مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج توني خليفه مباشره عبر قناه ال بي سي انترناشونال وعبر منصه صوت بيروت انترناشونال. الليله طبعا كتار منكم ناطريننا نعمل مقدمه ناريه نهاجم فيها المهزله والمسخره واللي عم بيصير بهيدا البلد، غير بالسياسي وغير بالاقتصاد وغير بالمعيشي وغير بالاجتماع، فضيحه ما عرف بتلقيح النواب بمجلس النواب. جربت لاقي كلمات وجمل من قالت بعد، ما لقيت، لانه كل شيء ممكن ينقال انقال، ما بقي وسيله اعلام، لا تلفزيون لا اذاعه لا مواقع تواصل اجتماعي لا مواقع اخباريه الا ما كلمه شرشحت بتكون قليله بالمسؤولين عن هيدا الموضوع الفضيحه، لأنه يمكن بالحقيقة كان مفروض يكون في هيدي الشرشحة، لأنه أكثر من هيك استهتار بحياتنا وبالمواطنين وبالشعب يمكن ما بقى فيه خلاص. يعني صرنا بالنسبة لألون أنه ناس مش موجودين، ناس بالنسبة لألون نحن يعني كانوا يقولوا غنم قديما ويزعلوا لما ينقال غنم، بالنسبة لألون يمكن صرنا نحن أكثر من غنم، إنه هني بدهم يعملوا عملتهم ونحن بدنا نصدق ونحن بدنا نقدم الطاعة وبدنا نقول له أمرك سيدنا آخر النهار. ولكن بين كل اللي صار انطرت حدا بس يعني ياخد هيدا الموضوع من وجهة نظر معينة، ما لقيت حدا قارب هيدي الشغلة، وهي ليه النواب راحوا تلقحوا بمجلس النواب. يعني كلنا عتبناهم انه سرقتوا اللقاحات من قدام اهلنا من قدام العايزين، يا عيب الشوم عليكم بالواسطة كذا، ناس دافعوا وقالوا لا في ناس بيستحقوا عمرهم فوق 75 عندهم اوضاع صحية من النواب بيستحقوا. المشكلة كانت ليش صار التلقيح بمجلس النواب؟ ما حدا سأل حاله يا جماعة ليش صار التلقيح بمجلس النواب؟ ولا حدا منكم اجت على راسه فكرة ليش هودي النواب راحوا تلقحوا بمجلس النواب محل ما هني ملقحين لهم كذا سنة لشغلي ولعملي، عكس ما قال وزير الصحة انه تكريما لانجازاتهم السيادية. نعرف انجازاتكم معالي الوزير السيادية، صرنا حافظين عن الغيب. انا رح قلكم ليش هودي الجماعة راحوا تلقحوا بمجلس النواب. راحوا تلقحوا بمجلس النواب لانه هني بيعرفوا كتير منيح ما بيقدروا ينزلوا على الشارع قدام شعبهم، لانه بيعرفوا كتير منيح اذا فاتوا على مستشفى وشافوا مريض شو ممكن يعمل فيهم، شو ممكن يتصرف بحضورهم. بيعرفوا كتير منيح انه ممكن رغم الرسالة الطبية الكبيرة اللي بيتمتع فيها الطبيب، انه ممكن المرضى والطبيب يمتنعوا انهم يعطوكم هيدا اللقاح بايدكم، لانه هني بيعتبروا انكم سبب موت كل مواطن لبناني. انتم ما لقيتوا مطرح تقدروا تتلقحوا فيه الا مجلس النواب، لانكم منكم قادرين تتخبوا الا بمجلس النواب. على مطاعم ما بقى تسترجوا تروحوا، لا انتوا لا نسوانكن، على محلات ما بقى تقدروا تروحوا، المحل الوحيد اللي ضابينكن فيه وحاميينكن فيه ومركبينكن على ظهورنا وعلى رقابنا فيه هو مجلس النواب. لهالسبب ما قدرتوا تتلقحوا الا مجلس النواب. ما حدا سأل ليش تلقحتوا مجلس النواب، لهالسبب تلقحتوا مجلس النواب، لانه لو فتوا على اي مستشفى فيها مواطن جيعان، فيها مواطن موجوع، فيها مواطن متاخدين مصرياته واملاكه، عنده اولاده وعم بيموتوا من الجوع، ما بعرف بشو كان ممكن يضربكن، شو كان ممكن يعمل بوشكن. لهالسبب المطرح الوحيد اللي بتقدروا تتخبوا فيه بعد هو مجلس النواب، لانه المطرح الوحيد اللي ما قدروا فاتوا عليه لانه كان محصن بطريقه غريبه عجيبه هو مجلس النواب. لهالسبب على درج مجلس النواب ما رح تقدروا تظهروا بعد اليوم، على الدرج لبرا على الساحة ما رح تقدروا تظهروا بعد اليوم. مطاعم حرموكن، بالشوارع حرموكن، بالمستشفى رح يحرموكن تكونوا موجودين إلا مستشفياتكن مثل ما عامل وزير الصحة. ما بدنا نفوت بالتجريح الشخصي لأنه الردود والتبريرات كان فيها تجريح، ولكن لازم تعرفوا انه في شعب بهيدا الوطن، في شعب له حق يعيش مثلكم. لما يروح الرئيس الحريري يجيب معه من برا 500 ألف 10 آلاف ما بعرف اللي هني لقاحات، لما يروح مسؤولين امنيين اخرين يجيبوا معهم لقاحات، مين قالكم انه سعد الحريري
وحاشية سعد الحريري وجمهور سعد الحريري وجمهور ميشيل عون وجمهور سمير جعجع وجمهور وليد جنبلاط وجمهور نبيه بري، هو مش لازم يسخن ومش لازم يموت. كل واحد منا نحن لازم يموت. كل واحد من هالشباب اللي موجودين بده لقاح لإله لأمه لخالته لجده لسته، ليه منه قادر يجيبه؟ ليه بده يقعد هو ينطر بالدور وينزل تأنتوا تسرقون بوقت انه بنشوف زعمة تجي بطياراتها وجايب اللقاحات معها على البلد وبتوزعوا على المحظيين حواليها؟ مين قالكن انه ارواحكن اغلى من ارواحنا؟ مين قالكن انه صحتكن اغلى من صحتنا؟ مين خبركن؟ مين قالكن انه نحن عبيد بخدمتكن ومن اجل حياتكن؟ فشرتوا، استحوا عن جد، بيقولوا اللي استحوا ماتوا. يا عيب الشوم عليكم. خلينا نشوف شو في بحلقة الليلة. بحلقة توني خليف الليلة، اللي ما قاله دكتور البزري بمؤتمر الصحافي راح يقولوا معنا مين المسؤول عن اللي صار ومين الشخص اللي طلب منه عدم الاستقالة. بالجرم المشهود، كارثة طبية جديدة برسم النقيب. حضرتك حكيم صحة عامة؟ رائد صحة بوزارة الصحة وجراح. قبل ما ينشف دم ضحايا المرفأ، فضيحة جديدة، لبنان بيعترف مواد متفجرة موجودة اليوم بمرفأ بيروت، ما عم يسمحوا لي بإدخالها لسوريا. بالبول بضاعة خطرة قابلة للاشتعال والانفجار ويتوجب التصرف فيها فورا بدون تأخير. كيف رح يبرر الرئيس اليازا تهجمه على حزب الله بهيدا التسجيل؟ حزب والحركة بدها الحركة. برسم القاضي علي ابراهيم، صرافين الشنطة رجعوا على الطرقات. على قد ايه عم بتصرفوا ليه؟ 130,000. معركة تكسير روس بين الحريري وباسيل، مناظرة نيابية مباشرة على الهواء. إذن بعد ما شفنا كل هالمواضيع اللي هي بحلقة الليلة معنا، وطبعاً في مواضيع كتير مهمة وأنا حابب ضوي عليها، خصوصاً الموضوع اللي عم ينحكى عنه بالمرفأ، إنه المواد اللي موجودة بمرفأ بيروت بيقولوا أسيد نيتريك أو بيقولوا ما بعرف شو هي المواد اللي هي ممكن توصلنا أو تعملنا 4 آب تاني. هذه المواد محطوطة بمرفأ بيروت واكتشفنا إنه بدها تتطلع إلى الداخل السوري. درنا هلأ بعد شوية رح نشوف شو القصة. أطباء حضرة النقيب العزيز اللي ما بترد على التليفونات، نتواصل نحن وياك بالإعلام. في طبيب منتحل صفة يا حوي بعادتك الليلة، عم بيروح يبرم على البيوت كمان يحكم الناس كورونا، وهو لأنه حكيم ولا معه خبر ومنه مارق أصلا حد مستشفى. متروك لمنيحة فريق عملنا قدر يرصده وسلمناه، اليوم رح نشوف هيدا الموضوع. رقنا دكتور بيدي. انا قلت لي بعدوني عنك شوي لانه انت اصلا بتخاف تقعد قريب مني مع انك عملت اللقاح خلص اول وحده، ما عم بيقولوا انه صار تقريبا بيحمي بعد حوالي 15 يوم بيعطي حمايه، لانه امبارح عرفت من شخص هو مش حابب يقول اسمه، هو بروفيسور يعني، وكانوا على تواصل باجتماع عالمي، قال لي لأول مرة بحس البريطانيين يعني الجروب اللي كان معنا ببريطانيا عم بيتواصل، لأول مرة بحسه متفائل بهيدا الشكل. يعني كان دايما أكثر ناس متشائمين البريطانيين. صحيح. قال لي امبارح كانوا كتير متفائلين انه نحن تخطينا، عندهم انحدار كتير بالنسبة 80% من الحال اللي بتستدعي دخول المستشفى صار فيه تراجع بحدود 80%. وعندهم انحدار، وهلأ مراهنين انه تقريبا لاول موسم الصيف بيكونوا وصلوا لنسبه المناعه. نعم. يلا عقبال عنا اذا خليتوا لنا لقاحات نحن اول شيء يتلقحوا فيها الشعب. خلينا نتفق نحن وياك استاذ توني، ما تشملنا كلنا مع بعض. لا انا مش دفعه واحده. انا في رساله صوتيه عندك، اول ما سمعت انك بدك تستقيل احتفظ فيها مول معروف هيدي، ولا يهمك لانه نحن كنا مراهنين على انا بعرفك شخصيا اصلا. بعرف من اي بيت سياسي جاي ومن اي بيت انساني قبل ما يكون سياسي انت جاي، رغم انه اليوم كثير عم بيهجموك انه هيدي المسرحيه اللي قام فيها دكتور عبد الرحمن البزري انكشفت على بكير، لانه هو كان بيعرف بكل شردي وردي صارت وكان معه خبر كل شردي وردي صارت. عجبتني هاي الخبريه لانه في حدا حاططها بالواتساب مزبوط كان عم بتوزع وكاتب شي صفحتين
ومعذب مكلف خاطره كتير فيها اللي بقول لك. حقيقه انت توني بتعرف ولو بتعرف لو انا اساسا بغير طريقه ما كنت عزمتني وما كنت ضيفك الدائم. اول شيء اللي بدي اقوله انه ما حدث اكيد خطا كبير وخطا لا يغتفر، واساء الى لبنان واساء الى البرنامج التلقيحي واساء الى كل الجهود اللي انعملت واساء حتى الى اصحابه يعني بالمبدا. اللي بدنا نقول انه يلي صار ما لازم يصير مره ثانيه، وهيدي شغله كثير اساسيه بنعرفها، واللي صار كان هو خارج اراده اللجنه. اللجنه نحن لجنه مثل ما بتعرف، لجنه متطوعين، لجنه خبراء، لجنه مكلفه بدراسه ملف اللقاح، بالاشراف على توزيع اللقاح، باختيار انواع اللقاحات نساعد الدوله فيها، بتوزيع الخطط، بتوزيع كل شيء. لكن نحن لجنه خليل الكتروني لا تملك ما يسمى قدره تنفيذيه. نحن قدرتنا كنتوا على علم خليل الكتروني قدره تنفيذيه من شغلتين. القدره التنفيذيه الاولى هي اداريه. الاداره هي بتجي من نحن اللجنه تكلفنا من قبل وزاره الصحه، لذلك نحن بنقول لوزاره الصحه هذه الامور يجب ان تمشي هيك وهيك وهيك، وهذا توصيتنا لها. هيدي النقطه. ثاني شغله كثير مهمه، نحن قدرتنا التنفيذيه جاي من ثقه الراي العام فينا، يعني مع الوقت الراي العام شكل ثقه ببعض الاشخاص وببعض المجموعات اللي تطوعت. طيب خلينا نفوت مباشرة دكتور بزري بالمواضيع. عندي كذا تبرير، عندي كذا ردة فعل بدي ناقشهم أنا وياك، يعني من الوزير حمد حسن للرئيس الفرزلي لسامي جميل لجبران بسيل لبيان رئيس الجمهورية. في أعطي ملاحظة اللي. مرتين صرت مهاجم صديق لإلي بعزه وهو نائب الأطباء. حقيقة أنا مش مهاجم، يعني إيه النائب، أنا يعني بدي حيي لأنه عم يعمل جهد معنا، انا ما بهجمه، انا عم بقول له اليوم عندنا يعني طبيب، لانه هلا بعد وأنا ليش هجمته مره الماضيه؟ لانه طلع بالاعلام عمل انه نحن كان لازم نخبرهم ونبلغهم باللي شيء جينا تنخبره وما بيرد. بالعكس بينا انا يعني بيرد عليك وبيرد على اللي عنده مصلحه معهم، علينا نحن ما بيرد لانه ما في مصلحه او لانه ما بعرف اذا في شيء ثاني. اليوم كمان رح نسلمه حدا، يمكن امبارح اعطانا ورقه، هلا عم بيقولوا لي الشباب انه هيدا الزلمه لا ينتمي. طبعا انا ما عندي شيء شخصي ضده، بالعكس. لا بالعكس، انا أبداً أبداً انا بدي اشكر تعاون. انا بحكي مهنيا، انا بحكي مهنيا لما اعلامي او فريق يدق لنائب اطباء ويبعث له فويس بقمه الادب وهو يتعاطى مع هيدا الفويس بقله ادب، انا بعتبرها قله ادب لما يسمع الفويس وما يرد عليك بناء على طلبه هو. انا من حقي احكي مهنيا، انا شخصيا ما عندي شيء ضده مهنيا. انت فتحت الموضوع كان بدل طيب الموضوع. خلينا نرجع على موضوعنا. لماذا لم يستقل الدكتور عبد الرحمن بزري؟ هل هي كانت مسرحيه فعلا ولا لا؟ طب اول شيء خيطوني خليني اقول لك، انت بتعرف انه انا ما بعمل مسرحيات. اللي بيعملوا مسرحيات اللي بيكونوا بدهم يعملوا مكسب منها. انا فعليا عندما سمعت ما حصل، وكان هذا الموضوع مطروح سابقا بالإعداد الخطة، وتمنينا نحن كلجنة أن لا يحدث هذا الموضوع واعتبرناه خطأ، وكان نحن شبه مطمئنين أنه هذا الموضوع لن يحدث، لأنه العيادات النقالة هي موجودة لتوصل للمسنين، لتوصل للناس اللي ما بيقدروا يظهروا من بيوتهم، لحتى تروح على بيوت المسنين مثل ما راحت على يسوع الملك، مثل ما راحت على دار العجز الإسلامي، مثل ما راحت على بعض المستشفيات. نعم. يلي بدنا ندخلها بالرد الفعل الكورونا لنمنع الفئة الأولى منها. هذه كانت الهدف من العيادات النقالي. عندما سمعنا أنه هالعيادة النقالي انتقلت إلى المجلس النيابي، حقيقة الرد الفعل الأولي والسريع قيل أن انتقلت بعلم اللجنة. أبدا لم تنتقل لا بعلمنا ولا بعلم اللجنة. وامبارح وزير الصحة كان واضح أنه هذا كان قراره، رغم أنه نحن قرار التكريم للنواب على أعمالهم السيادية. خلينا نقول طوني، هلا أنا برأيي هذا مستفز، يعني بطريقة أنا برأيي هذا الموضوع كتير يعني أنت بتعرف اليوم، هلا يمكن نحن وياك بالوقت اللي معنا عن بعض الشغلات او العيوب التي تشوب. طيب خلينا نشوف اول فيديو نحن وياك حمله التلقيح، بس بدي ميز إيه؟ بس رح نحكي عن الوزير بس محمد حسن. هذا الايه، هذا العيب يختلف، لانه هذا العيب عضوي. هذيك العيوب مثلا والله في مركز بعده لهلا مش باعت الاسامي، في مركز تاخر، في مركز بيض وجهه مع كم مريض، هدول في اخطر، في ناس عم بتقول لك في عدد من اللقاحات مخفيه ما حدا بيعرف وين راحت وكيف راحت ولمين استعملت. خلينا نشوف اول فيديو للوزير حمد حسن.
أسمح لنفسي كوزير صحة عامة أن أذهب إلى هذه المؤسسة الوطنية التي خلال 10 أيام 7 أيام جلسات متتالية لإقرار القانون. هلا بيقولوا لك واجب مزبوط، بس إنه 7 أيام متتالية لإقرار القانون الاستعمال الطارئ للقاحات. نعم. ثم دولة رئيس مجلس النواب خلال 48 ساعة بيعقد جلسة لإبرام القانون. تقدير كان منك يعني هالشيء. هو اللي بيشوفك بعين بدك تشوفه باثنين. نعم. بس أكثر من هيك إنه أنا بدي أطلع بكرة بلش على المؤسسات الروحية. فبلاقي في نقص إنه أنا طلعت على القصر الجمهوري، رحت على المجلس النيابي، ولاحقا إذا دولة رئيس مجلس الوزراء يعني بيطلب نحن حاولنا، ولكن حينما بيوصل الدور إذا أراد إنه يروح على مجلس الوزراء بروح. شفت ليش كرمون معالي وزير الصحة؟ خليني أقول لك توني، إنه قعدوا على جلسات 7 أيام توني. بس فاتوا، بس قبل فاتوا معالي الوزير إنه ما كانوا عارفين إنه لازم يكونوا يعملوا هالجلسات قبل، يعني اللي يجيبوا اللقاح قبل هالجلسات هني كانوا مش عارفين إنه لازم تكون. خليني طوني بليك حتى نحط الأمور بنصابها. هذه الخطة اللي وضعناها نحن وبنفتخر فيها لم تلحظ أولوية سياسية، لاحظت أولوية عمرية ولاحظت أولوية مهنية صحية، وكل القوى السياسية مرقت عليها سواء بالمجلس النيابي أو بالحكومة أو غيرها. اللي كان عنده اعتراض على هذه الخطة أو كان يريد يعدلها كان مفروض يعدلها بوقتها، لأنه هذه الخطة اللي انطرحت واللي هي 105 صفحات حقيقة 105 صفحات بالتفصيل وانشغل عليها مئات الساعات لم تلحظ أي أولوية سياسية. في بعض الدول بالعالم لاحظت الأولويات السياسية، نحن ما عم نقول الأولويات السياسية لم تلحظ ببعض الدول، لكن نحن لم نلحظ الأولوية السياسية، وعلى هذا الأساس كنا نحن منتصرف مثل ما لحظنا. أنت عم تحكي عن اللجنة. عن اللجنة. أنا عم بطلب تعليقك على ما قاله معالي الوزير. ولحقلك ونحن كمان حقول لك شو بده يصير بعدين. نحن لم نلحظ لا أولوية سياسية ولا أولوية روحية، حتى انتبه ولا أولوية روحية. بكرة بيطلعوا بكرة بيطلعوا بالكلينيك النقالي على دار الفتوى، ولا أولوية روحية. لذلك ما حدث هو خارج النص الذي وجد في الخطة اللي اتفقنا عليها. ما قاله معالي الوزير كيف بتقيمه؟ أنا برأيي معالي الوزير هو اللي قاله، هو اعترف بمسؤوليته، هو تحمل مسؤوليته بهذا الموضوع. هو بالنسبة لأن نحن يعني سمح لحاله أنه يخرج عن الخطة التي وضعت، وهيدا اعتبر أنه هو صلاحية الوزارة. نحن كلجنة عندنا ملاحظات، هالملاحظات تقدمت لمعالي الوزير، لها علاقة بما حدث بالمجلس النيابي. ما رد طول بالك ليش مستعجل طوني. ولها علاقة أيضا بما حدث بالمراكز منذ اليوم الأول لافتتاح المراكز حتى يومنا هذا. خليني أقول إنه هذه الخطة المجتمع الدولي حتى بما فيهم السيد شرقاوي اللي هو رئيس لجنة المواكبة، لأنه ما بنحب نسميها المراقبة، من الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، أعطى تقييم أول أسبوع إنه هذه خطة جيدة نفذت بشكل جيد. نحن كان أملنا بالأسبوع الثاني أن تنفذ بشكل جيد جدا حتى كمان، وإذ فينا يعني حدث ما حدث وتراجعت تفاصيل الخطة، صار في نقاش، صار في أمور تقدمت لوزارة الصحة، لأن وزارة الصحة هي من تملك القدرة التنفيذية. برأيك كمواطن قبل كحكيم وكمسؤول، ما قام به وزير الصحة كان تصرفا صائبا أو تصرف هيك يعني أنا بدي أعمل البدية مثل ما عمل بكتير مواقف قبل، وصلنا إلى ما وصلنا إليه بحالة كورونا بلبنان وما حدا إله معي. توني لألك ما قام به وزير الصحة، قام به واعترف بمسؤوليته. نحن لو كنا اعتراف بمسؤولية شيء واعتراف بالخطأ شيء دكتور، نحن هل كان عمل صائب أو عمل خاطئ؟ بدي أعرف. نحن لو كنا شايفين عمل منيح ما كنا رايحين باتجاه الاستقالة، وأنت بتعرف رأينا. ليش رجعت على الاستقالة على فكرة؟ أنا لألك أنا أول شيء ما رجعت عن الاستقالة، أول شيء في ناس تصوروا إنه في بعضهم اللي هذا الشخص اللي تخيل إنه أنا هذول، أو في بعضهم قال إنه صار معي اتصال سياسي. أنا لم أتلقى لا اتصال سياسي، وحتى لو تلقيت بتعرفني أنا ما في شيء اتعرض فيه للضغط السياسي. أنا رجعت عن الاستقالة بناء على 3 أمور. الأمر الأول بالأول تمنيات الأطباء اللي معنا باللجنة تحديدا الأطباء الأمراض الجرثومية. النقطة الثانية تمنيات المجتمع الدولي اللي هن عم يواكبوا اللجنة.
الشيء الثالث وقناعة شخصية حقيقية ويمكن محاولة لنشوف شو هي. نحن مقدمين هلأ على مرحلة حساسة كتير توني. نحن البنك الدولي ما اتصل فيك؟ حكيت أنا والبنك الدولي وحكيت أنا والصليب الأحمر الدولي. لا البنك الدولي ما بتمنى عليك أنك ما تستقيل. البنك الدولي بتمنى أن لا استقيل. الصليب الأحمر الدولي تمنى أن لا استقيل. الأمم المتحدة WHO تمنت. والأهم منه كل بنفس الأهمية هن زملائي الأخصائيين. لكن اللي بدي أقوله شغل كتير مهمة. نحن في الأسبوع القادم مقدمين على تطورات في اللقاح كتير مهمة. إذا ما رجعنا لمينا ما حدث وضعناه على الإطار الصحيح. صحيح. أنت خليني أقول لك نحن بستيستوني يمكن منزيعها هلأ من عندك اليوم بدءا من الأسبوع الثاني من شهر أدار سوف تصل كميات لقاحية كبيرة إلى لبنان. وهذا الشح اللقاحي اللي عم تشوفه هلأ غير فايزر فايزر حتزيد وأسترازينيكا فايزر عزينيكا وعسترين والروسي سبوتنيك مأخر وهنالك إمكانية دخول سبوتنيك لكن في مراحل لاحقة. أي لذلك اللي راح يضل مفتوح الباب أمام الطيارات الخاصة تجيب هلا لك الطيارات الخاصة لقاحات على لبنان. الطيارات الخاصة مسؤولية من يجب أن يضبط الطيارات الخاصة. لذلك يعني؟ أنت بتعرف أنه للأسف بلبنان كمان دخلت لقاحات أعطيت للناس عم تتباع بالسوق السوداء. وممكن أنا السؤال بدي أقوله الصيني عم يبيع اليوم بلبنان. أنا اليوم أجاني شخص وسبوتنيك عم يبيع. أنا اليوم أجاني شخص عرفني على حاله أنه هو طبيب قال لي أنا بحكم أنه أنا طبيب أخذت اللقاح الصيني. شو رأيك؟ قلت له بدي أقول لك أنا درست الملف اللقاح الصيني فعال بنسبة 75% جيد ما في مشكلة فيه مبروك عليك. قال لي بشو بعمل؟ قلت له قال لي بدي أخذ ورقة أنه تلقحت. قلت له أنا شخصيا طالما أنا رأي بيجوا على صيدليات على فكرة خليني أقول لك توني. قلت له طالما أنا رئيس لجنة لن أسمح مش أنا أسمح القانون ما بيسمح أنه حدا يأخذ لقاح بدون ما ينكتب اللوت نمبر عليه. لانك انت اليوم بكره بس بدك تاخذ ورقه انك تلقحت بفايزر. صحيح. بكره استرازينيكا وبعد بكره بسبوتنيك رح يجيك سلوت نمبر على اول وحده على ثاني وحده. لذلك انا بقول للناس اللي عم ياخذوا اللقاح الصيني اللقاح الصيني جيد ما في مشكله فيه. السؤال اذا بكره طلب منهم وثيقه تعريف تمنيعيه شو بيعملوا؟ كمان انت ما تقلش انه هجمنا نائب الاطباء بس في نائب الصيادلي اللي هو صديقي ويعني وصديقي بيعرف قديش بحبه كمان نائب بدي خبرك انه في ناس جايبين لقاحات خاصة صيني وروسي عم يجوا على بعض الصيدليات يطلبوا من الصيادلة انهم يعملوا لهم الإبرة. يعني صرنا كمان تفضل نقطة نظام صيني بيجوز بس بيستصعب يجيب روسي. لقلك ليه؟ لأنه الصيني بيجي بالإبرة خالصة وممكن ينحط بالبراد وبينحمر بالبراد صيني. هذا الصيني. الروسي بده يجي مشحون ناقص 18 درجة بده يتخبى بالعتم وعمره بالصيدلية ممكن صيني صح أسبوعين. لذلك مشان يعني صيني. حتى صيني إيه بس الصيدلي بيقدر يعملها للإبري؟ هلا هو الصيدلي مدرب يعمل إبري بس إنه ما هو إذا مش لازم يكون بمكان هلا هو نحن ما بنسمح بإعطاء أي لقاح جديد. أنت بتعرف أي لقاح بالدنيا جديد لا يسمح بإعطائه بمحل ما بيكون في عناية إسعاف. بدنا نشوف فيديو نحن وياك كمان مع هالمرة دولة الرئيس إلي الفرزلي اللي كان نجم الشاشات بالايام الماضيه ونجم السوشيال ميديا لانه ما رحموه على السوشيال ميديا يعني باي شكل من الاشكال. يمكن من هيدا الباب عملت ردة فعل عنده عاليه لانه قد ما تهاجم بشكل كتير كبير هو ومدامته اثنينهم يعني اكلوا نصيبهم على السوشيال ميديا من العالم وكانت ردة فعله كتير كبيره. حتى البعض اليوم نزلوا انه هيدي من العوارض الجانبيه للقاح فايزر يعني بعد ما الفايزر اخذ اللقاح يعني ليك لوين وصلت الامور والتباعد بين السياسي وبين المواطن. خلينا نشوف شو قال دوله الرئيس إلي الفرزلي كيف برر هيدا الموضوع واخذ عليه انه كمان هاجم بسخريه المسؤول عن البنك الدولي. جرى التنسيق بهذه التحضيرات بين سعادة أمين عام مجلس النواب والمستشار في وزارة الصحة الدكتور محمود الزلزلي. حضر إلى مجلس النواب ممثلون عن الاتحاد الدولي مكلفون من قبل البنك الدولي أي هذا الفروش المروش لا أدري ما هو اسمه. وبكرة بتشوف أنه مش رح تتعلق القرض وبكرة بتشوف أنه القرض باقي.
شو هالحكي اللي بتحكوا؟ شو قاعدين عم تحرضوا العالم؟ شو قاعدين عم تكذبوا على العالم؟ ساروش كومار ساروش كومار ممثل البنك الدولي بيقول وبيهدد بهذا الموضوع. كيف كذاب؟ ياخذ مني يسمع وبلغوا اياها. كيف انه انت كذاب وانت منافق وانت يجب ان لا تبقى بلبنان. خلي يبعث فريد الحج بواشنطن واحد غيرك. كيف تعلق على ما ورد على لسان الرئيس إلي الفرزلي؟ خليني أقول أنه سيد ساروج بالأول نحن على تواصل دائم نحن به، والسيد ساروج كمان بحب من خلالك طوني طمئن اللبنانيين أنه لن يكون هنالك أي إجراءات باتجاه الحملة. والسيد ساروج هو على تنسيق مع اللجنة بقدر دورة، واليوم اجتمع بوزارة الصحة كمان واتفقوا على خطوط عريضة. بس لماذا قال عنه كذاب؟ ما بعرف. لأنه من قال بالأول أنه ممكن تتعلق المساعدات؟ حقيقة ما بعرف. بالعكس هو السيد ساروج عم بيقول شرط استمرار المساعدات هو التقيد بالخطة. ايه؟ ليش؟ لأنه البنك الدولي بيقول أنه نحن لأول مرة بتاريخ الكورونا وبتاريخ التلقيح البنك الدولي يدعم خطة تلقيحية. عادة البنك الدولي بيدعم أسيتس، بيبني مستشفى، بيساعد بإعطاء مواد، بيعمل إيه أو بيساعد بالتحكيم بالخطة. اثنين، البنك الدولي لا يفتح كريدت لدولة عاملة ديفولتينج على الدين حتى كمان فيها مشكلة. لذلك البنك الدولي بيقول نحن شروطنا لاستمرار الدعم هي شروط. هل كان ممكن عن جد انه يعلق المساعدات؟ انا برايي انا برايي خليني اقول لك شغلي، مع تقديرنا للبنك الدولي ولساروج تحديدا وللسيد شرقاوي اللي هن كلهم شخصيات كثير مهمه وهن معترفين انه موجودين بلبنان من اجل المواكبه والمساعده وليست المراقبه، وهذا اللي قاله السيد شرقاوي اليوم. هن كانوا على علم بانه التلقيح راح يصير بمجلس النواب كما قالوا. السيد ساروج هو اللي بلغني على بكره انه صار في تلقيح بمجلس النواب، انا كنت بعيادتي، معناتها حدا مبلغه. ويقال انه السيد شرقاوي راح لحتى يوثق الخبر، لانه السيد شرقاوي شغلته توثيق. أيه. عرفت شو قصدي؟ يعني انا يعني انا مضبوط انه هن كان معهم خبر ومبلغين وموافقين على هذه العمليه. انا بعيادتي قاعد بيجيني خبر من السيد ساروج بيقول لي عم يصير في تلقيح بمجلس النواب. جربت اتصل، بعدين اكتشفت انه صار التلقيح وخلص. بعدين عرفت انه السيد شرقاوي حكى لي. شو جنسيته ساروج؟ ساروج كومار، يعني المفروض يكون من بعتقد اسيوي او شيء. ايه السيد ساروج السيد شرقاوي لبناني؟ السيد شرقاوي لا مصري. هو اتحاد الصليب والهلال الاحمر اللي الفيدريشن. سالته قلت له عم يقولوا انك رحت، قال لي رحت ووثقت وبعت تقرير بالتوثيق. طيب بدي اشوف فيديو انا وياك للنائب المستقيل سامي جميل. بدي اخبركم انه وصل لي اتصال من مجلس النواب عم بيطلب مني هويتي وهوية عائلتي كرمال نحن نتسجل تنكون من اول دفعة يلي عم تتلقى اللقاح. اكيد نحن رفضنا هيدا الشيء انا وعائلتي، لأنه منعتبر أنه نحن ما بينطبق علينا الأولويات يلي انحطت بالعالم كله حتى بلبنان. طيب هيدا نائب بالبرلمان مستقيل، يعني منه حال بده يكون بالدوسية نسيه أنه مستقيل. وغير أنه نسيه مستقيل كمان سامي قدي عمره، كمان شاب سامي، يعني قدي عمره هو عائلته، يعني كيف بده ينبعث لشخص مثل سامي جميل أنه نزال أنت وعائلتك تلقح؟ خليني أقول لك أنه بعتقد اليوم صارت الرئيس أمين جميل نزل اليوم على أوتيل ديو الساعة 11 وتلقح. اتصل فيه الرئيس جميل نهار السبت أو الأحد، قال لي أجا اسمي على المنصة بعد ما طلب بالطلب بالعمر، وأنا ممنون إنه منظمة ونزل على أوتيل ديو وكان شاكر وقال أحد الأسباب حماسنا. بس أنا بحكيك مطرح دائما بتجاوبني مطرح. لا بعرف أنك بحكيك. مسالم. لا مش مسالم. بعرف أنك مسالم. مش مسالم بس أنا اللي عم أقول. أنا عم أقول لك شو كيف يبرر إنه شخص مثل النائب المستقيل سامي جميل خي بطل نائب الزلمة استقال هرب منكم. طوني بدك رأي لا طوني أنا بعد في مشكلة تانية إذا بدك. المشكلة التانية المشكلة التانية لهلأ أنه يعني اليوم بنقال كم واحد تم تمنيعه بمجلس النيابة؟ كم واحد؟ رح نحكي. لا سؤال لألك ليه؟ لأنه أنا ليه كيف أنا بحسبها؟ أنا بحسبها أنه كل أنيني فيها ست لقاحات. لما بتقول 20 شخص معناتها فتحت أربع أناني، معناتها ستة ضرب أربعة معناتها في 24.
اذا بدك بقول لك كيف يعني انا كمستشار او كواحد عنده سلطه معنويه اذا بدك او دور اشرافي معنوي، نحن هيك بنحسب. معناتها في اربع اشخاص من ثانيا بغض النظر، انا برايي في كثير من الناس الذين ذكر اسمهم، يعني مثلا في ناس ذكروا بالاول وفينا نسمي احد النواب الاستاذ ميشيل موسى ذكر اسمه، بعرف انه انا حكيم، بعرف انه ميشيل اسمه بصيدا الحكومه، صح. انا بعرف بلغت ليه ذكر اسمه ما بعرف، عم بسالك لمين راح لقاح ميشيل موسى. انت بدك تسال سؤال ثاني. الاستاذ انور الخليل، الانور الخليل شتلا احد مستشفى الجامعه الامريكيه مثلا، الاستاذ البير منصور كمان حكى عن مخالفات بمستشفى الجامعه الامريكيه، بس انت ما بتقرب عليا لانه بس لانه عندك كمان مصالح. لا بنحكي طوني ولا بس بدك بنحكي. طيب البير البير منصور احد مستشفى الرفيق الحريري، يعني بدي انقل كمان واتساب توزع اليوم على جروب للتيار الوطني الحر، ما عم بقدر اشوفه مزبوط انا من هون، يتم الاتصال من مجلس النواب من اجل النزول الى المجلس لتلقي لقاح ضد كورونا، احد الزملاء شباب ما عم بقدر بدك اقراك احد الزملاء بان لا يلبي موجودين قدامي، وين مش موجود قدامي هيدا النص، بلا موجود. يتم الاتصال من مجلس النواب من اجل النزول الى المجلس لتلقي لقاح ضد كورونا، احد الزملاء اقترح بان لا يلبي نواب التيار هذه الدعوة، ونعلن ذلك في بيان بأننا سننتظر دورنا بحسب الفئات العمرية، فما هو رأيكم؟ هون جبران بيسيل عم بيسأل النواب على الجروب تبع التيار، بيقول جبران أنا شخصيا لن أنزل، يعني جبران عم بيقلك اللي هو شاب اليوم بعده بعمره وبصحته الله يعطيه الصحة، عم بيقلك أنه أنا لن أنزل، يعني كمان الدعوة موجهة له مش للناس اللي عمرهم فوق 70 و75 مثل ما هني عم بيقولوا. بيقول أنا شخصيا لن أنزل، ولكن أتفهم إذا كان أحدكم لدواع صحية أو غيره يريد النزول القرار يعود لكم. بيجاوبوا النائب جورج عطلة اللي راح يكون ضيف الليلة بعد شوي، أنا لن أنزل. كمان رجاء عزار بيجاوبوا معك حق أنا لن أنزل، علما أنه يمكن النائب رجاء عزار كان عامل كورونا ما بعرف إذا بعد، وجبران عامل كورونا كمان في جورج عطلة هلأ الليلة بنعرف إذا عامل كورونا ولا لا. يعني الدعوات موجهة، خليني دعوات موجهة لكل لكل النواب. خليني أقول لك هلا نحن في كتير حديث عن خطأ بالمراكز عم بيصير وبنحكي عنه هلا إذا معنا وقت طولي. في خطأ بيصير بالمراكز وفي خطأ بيصير بالقرار. نعم. خطأ إرسال اللقاحات إلى المجلس النيابي كان قرارا خاطئا، قرار يعني بأساس القرار خاطئ لعدة أسباب، مش بس الفئة العمرية، كمان الاضطرار إنك أنت تخلق مكان تمنيع بالمجلس النيابي لا مبرر لها. انا بررتها انا بررتها، انت فسرتها حر فيها، مش حر فيها هذا واقع، لاني انا بعرف انه في 70-80% من النواب اليوم ما بيسترجوا ينزلوا على الطريق بين ناسهم وبين شعبهم. انت بتعرف انا يعني عندي دعوه بقولها لكل واحد بيشتغل بالعمل العام. اليوم في مناطق بلبنان فيها نسبه اقبال على المنصه كثير واطي، وفي مناطق بلبنان فيها نسبة إقبال على المنصة كتير عالية. طيب قبل ما نحكي بالإجمال خليني أنهي معك بخبر عن دكتور تانيا العراوي اللي نزلته، ما بعرف إذا كمان رح تكون معنا ولا لا، إذا أمنا اتصال فيها ولا لا ما بعرف. دكتور تانيا بتقول حدا نائل عنا عم بي وين أون قدامي، الدكتور تانيا العراوي بتقول إنها استقالت من لجنة اللقاح، وقالت وزير الصحة أخرج 50% من اللقاحات من خارج المنصة القانونية. هيدي دكتورة معكم باللجنة واستقالت. تانيا أنا دعيت على اللجنة. نعم. أنا لما ترأست اللجنة سمحت لحالي بأدعي بعض الأشخاص اللي لقيت وجودهم ضروري، دعيني لتانيا، ولما أنا أعلنت بدي استقيل اتصلت فيي قلت أنا بستقيل. أنا بستقيل معك. دعيتها للاجتماع امبارح، حضرت معنا بالاجتماع، قلت لها تانيا نحن اذا بدك تستقيلي ما في مشكله، وهي اصرت وهي يعني بقيت على استقالتها. لكن النقطه الرئيسيه اللي بدي اقولها انه خلينا نميز بين اللقاحات التي من خارج المنصه وبين اللقاحات اللي بالمنصه وبين اللقاحات اللي بالمنصه وما وصلت. يعني بما معنى خليني اعطيك مثال صغير، نحن لهلا تقريبا لليوم مساء بعد ما وصلت الأرقام لليوم مساء في 40,000 عملية تمنيع بلبنان، تقريبا
40 ألف عملية تمنيع بلبنان، حوالي 70 أو 75% منهم موجودين على المنصة. إذا بترجع بتشوف بالأسبوع الثاني نسبة اللقاحات اللي خارج المنصة كتير قلت. نسبة اللقاحات بالأسبوع الأول اللي خارج المنصة كانت كتيرة. شو السبب؟ السبب إنه بالأسبوع الأول للأسف عندما فقد التوصل بين المنصة وبين المراكز الصحية، وكانوا بدهم يبلشوا ويشوفوا المراكز كيف تتصرف باللقاحات، سمح ببعض الحرية للمراكز بأنه تتصرف. للأسف بعض هذه المراكز ومن بعض وأصم منها مراكز كتير كبيرة ومحترمة وجامعية وحتى حكومية أساءت التصرف. يعني في أرقام تظهر عن تفتيش المركزي، لا ما هو التفتيش اللي قال لك 12839 لقاح من أصل 28080 مزبوط مفقودين ما بيعرفوا وينن، 6239 لقاح أعطي لغير مستحقيه من أصل 15241 لقاح وزعت على المشافي، وبعتين كمان عاملين لائحة بكل المستشفيات اللي قدام سلمينا لقاحات وين رايحة. حتى اليوم انحكى انه في ناس اخذت لقاحات بعيادات اطباء خاصة، يعني بشك اذا عم تحكي على الفايزر، على غير فايزر انت اكيد عاطي بعيادتك لقاحات؟ انا ما بعطي بعيادتي لقاح ولا لقاح بعطي لقاح ولا غير صيني للكوفيد، ما بعطي بغير محلات بعطي، بس لانه حاطين مجموعه اسماء اطباء وحاطين انه حضرتك عطيت بعيادتك بعض اللقاحات الكوفيد للكوفيد. ابدا ابدا ابدا، بالعكس هذا بفرجيك انه الخبر غير صحيح. لا انا سالتك بعدين قال لك انا عيادتي بالجامعه، يعني ما في اعطي ما في اعطي لقاح كوفيد على حسابي. بس في كمان حدا بعت لي على موضوع معين، في شخص سامي جميل بعت لي اوكي نوجه له تحيه، بس هون في بعت خبر منيح وسكتت. لانه اصلا علاقه مقطوعه كانت بيناتنا اول مره طيب بس في هون بعتين لي، بس ما بعرف يعني انا عم بنقل اللي عم يوصلني. توني صالح نائب سابق وعمره 79 سنه لم يتم الاتصال به علما بانه فضل ان يتسجل على المنصه، رغم ان رابطه النواب السابقين سجلوا اسمه. هناك عدد كبير من النواب السابقين المسنين والمرضى لم يتم الاتصال بهم ويتصلون بنواب حاليين صغار السن، عجبا لذلك. خليني اقول لك توني، اول شيء انت بتعرف نحن مسجلين كثير خروقات، وهذه الخروقات نقلت امبارح بتقرير كامل، نحط مساء ونبعث لوزارة الصحة لحتى هذه الخروقات يتم الإجابة عليها. لكن أنا برأيي خلينا ما نصدق كل شيء بنقرأ، وأكبر دليل أنه حدا عم يقول أنه أنا لقحت بعيادتي، أنا ما بلقح بعيادتي للكورونا وممنوع يتلقح. تاني شيء ما حدا بيعطي لقاح فايزر بعيادته، لأنه بتعرف أي لقاح جديد بدك تعطيه بعيادتك بتخاف في احتمال ولو 1% أنه يعمل رياكشن. لذلك مين فينا حيكون قليل عقل لحتى يعطي لقاح فايزر او يعطي لقاح جديد بالشيء؟ لا يعني مش ضروري فايزر، بالحكي على اللقاحات الصينيه اللقاحات الصينيه. دكتور تاني عراوي عامل لي رد توضيح، بتقول في ورد خطا، بعت لي الزميل جوزيف سمعان بوجه له تحيه، ورد خطا في بعض وسائل الاعلام اني افصحت عن اسباب معينه دعتني الى الاستقاله. لقد تقدمت باستقالتي وذكرت ان السبب هو خروقات بالتنفيذ ولم احدد ولا أتيت على ذكر الوزير أو سواه، كما أني رفضت التعليق تفاديا لأي بلبلة أو سوء تفسير واستغلال للأمر في غير محله. دكتور تاليا الراوي، خليني أقول لك، لذلك خلينا نكون نحن شوي طوني واضحين. هنالك خلل بعملية التلقيح، هنالك بعض المراكز التي بحاجة إلى شد براغي ولازم نشد لها براغيها. نحن امبارح عملنا اجتماع مطول شي 3 ساعات كلجنة، وأنا حطيت اللجنة بعدة خيارات. الخيار الأول هو الاستقالة كلجنة كلنا سوا. شو بيصير وراكم؟ يعني استقلتوا على البلد شو بيصير فيه؟ هودي الناس اللي ناطرة هلأ حياتها معلقة بين بين الحياة والموت. الخيار الثاني أنه نحن نقدم 23 ل 24 ملاحظة انكتبوا. بعض هذه الملاحظات بتتساوى دغري، بعض هذه الملاحظات بدها جهد أكثر. قدمناهم لوزير الصحة على أساس نحن كلجنة ألفنا يعني طلب تأليف اللجنة وزير الصحة، وصلاحية اللجنة هي من صلاحية الوزير. يعني إذا الوزير بده يعطي اللجنة الصلاحية هو بيعطيها اللجنة الصلاحية. لذلك
نحن امبارح كان في اجماع عند كل اعضاء اللجنه، وانت بتعرف اللجنه مين فيها، بس خليني اقول لك اللجنه فيها اخصائيين والليجل ظاهر واللجنه فيها فيها من البنك الدولي وفيها من الصليب الاحمر الدولي وفيها من المنظمه بكل المنظمات، قالوا نحن بنلحق شو بتقول دكتور بزيري، يا بنمشي كلنا جماعيا باستقاله واحده يا بنطلب كلنا حقيقه أن نبعث تقرير لوزارة الصحة، وتمنوا أن يكون هنالك تقرير وأن يأتي الرد من وزارة الصحة. وعلى هذا الأساس سيد كومار اليوم زار الساروج، يعني زار وزير طيب. الصحة وعدوية. النائب ميشيل ظاهر بيبعث لي بيقول لماذا لم يسمحوا لي باستيراد اللقاح الصيني للمؤسسة الاجتماعية وتوزيعه مجانا؟ أنه شخص نائب عم بيقول لك انا بدي استورد على حسابي ووزع مجانا اللقاح الصيني على العالم، ما سمحتوا له. بعد شوي بنشوف انه الرئيس الحريري جايب معه لقاحات واشخاص تانيين جايبين معهم لقاحات عم بيوزعوه على جامعاتهم. ليك موضوع السماح او عدم السماح عند وزاره الصحه مش عندنا. نحن كخبراء بتعرف بلبنان ما في لجنه للدواء، يعني ما في لجنه بتشبه اسمها لجنه الدواء والغذاء. يعني ما حدا مش مثل اف دي اي بامريكا او اي ام اي باوروبا. لذلك تطوعنا نحن كم حكيم، انا ودكتور جاك مخباط صديقك ودكتور وبعض الدكاتره الاخرى من جامعات تانية، لحتى نحن ندرس ملفات هذه اللقاحات يلي بدي اقول لك اياه. بس هون نقطه، لانه البعض عم يتوجه، البعض عم يتوجه بامور انا لا اتبناها ابدا، ولكن اذا في اي توضيح فاصحاب العلاقه يوضحوها. عم بيقول يمنع على الشركات الخاصه الاستيراد لانه الشركات التي ستستورد المواضيع الأدوية هي تابعة لوزير الصحة شخصيا وشقيقه، لها سبب هني مانعين عن باقي الشركات. هذا كلام لا أتبناه طبعا، ولكن ورد من أكثر من شخص. طوني هيدي بتسأل على المعنى التوضيح. أنا بتسأل هيدي معالي الوزير، أنا اللي فيه شوفه اللي فيه يقول لك إيه هو التالي. تقدم ملف واحد جدي لهلأ أمام الشركة أمام اللجنة العلمية هو اللقاح الروسي. اللقاح الروسي تمت الموافقة عليه واخذ الامرجنسي يوز اوثورايزيشن لاول مره بتاريخ لبنان. لبنان بيرخص لقاح مش مرخص لا من منظمه الصحه العالميه ولا من الاف دي اي ولا من الام اي. تحملنا مسؤوليه وقلنا لنسرع بالامور، لقحنا اللقاح الروسي شغله صغيره. اللقاح الروسي بس جيبوه، مين بده يجيبوه شوي؟ اللقاح الروسي، اللقاح الروسي موجود من اكثر من شهرين، خلي العالم تجيبه. مين العالم؟ مين بده يجيبه؟ ميشيل ظاهر بيقدر يجيبه؟ ليش لا؟ مين مسكه هلا؟ اذا النائب ميشيل ظاهر بده يجيب اللقاح الروسي بتسمحوا له ولا مش انا اللي بسمح؟ مين بسمح له الوزاره؟ لا ما هالسؤال، لا لا لك ليه ما هالسؤال اللي بسمحوا له؟ انه شو ناطرين تموت العالم يعني تبلش نستورد لقاحات؟ توني حطينا لك كلمه. اللقاح الروسي مسموح استيراده، يشرف حدا يروح يجيبه، مين مسكهم؟ مش نحن اللي بنسمح. بنرجع بنقول لك مره ثانيه، طيب حتى ما تحطني بموقع الدفاع عن احد. لحظه بس انا عم بتواصل، عم بيقول بس سمحوا للجيش باللقاح الصيني. ايه مزبوط. استيراده؟ لا تقدمي. تقدمي اوكي. يعني كمان من الاولويات انه الجيش اللبناني ياخذ 150 الف حبه لقاح صيني. ما حدا بيقول عنا شيء هيدي الموضوع. تقدمي. طيب بدي استغل وجودك معي. عم تستغلني مش عم تستغل وجودي، عم تهاجمني لا انا بتعرف ما بهاجمك شخصيا. لا والله بدي لك إيه؟ بتعرف محبتك وبتعرف ثقتنا فيك. لا لك حقيقه يعني في بس شغلات، بس انت ثقبت بهيدا الموقع بهيدي المواجهه، وبعرف قديش احراجك كبير تقول لا. الحقيقه مثل ما هي. لا انا بقول حقيقه ماني لحد ما ملطفه. لا اعطيني وين في شيء حقيقه خبيتها؟ ملطفه. وين في حقيقه خبيتها؟ لا بس بدي اشوف انا وياك هلا شخص. ايه انا تفضلي. ايه ايه 20 من مستشار وزير الصحة وصلنا انه في 20 شركة عم بتفاوض اليوم لاستيراد اللقاحين الصيني والروسي. شو بعد؟ بس هالقد؟ اوكي فللعلم انه في 20 شركة. المهم نعرف على اي شركة بدها ترسي، يعني مش مهم قد ايه عدد المفاوضين. لما تخلص المفاوضات خلونا بس نعرف الشركة اللي راح ترسي عليها المناقصة هي لمين، مين وراها، مين تابع لمين، أي محسوبيات تابعة. طوني بتسمح لي بس نقطة؟ هيدا لها بتفضل. بتسمح لي نقطة صغيرة؟ أنا كرئيس لجنة لقاح يعني لحتى هذه اللحظة كرئيس لجنة لقاح إلنا مصلحة نحن كلجنة لقاح أن تتعدد مصادر اللقاحات. صحيح.
صحيح. وإن مصلحة كلجنة لقاح أن تصل لقاحات بالسرعة القصوى بالبلد، وأنا برأيي حتصل لقاحات بكميات كبيرة بسرعة قصوى إلى البلد. الهدف من اللقاح مش بس تمنيع الأفراد توني، حماية المجتمع، ويمكن يمكن يمكن بداية حماية جزء من فصل الصيف. فلذلك نحن إن مصلحة، إن مصلحة قد ما فينا يفوت لقاحات. صحيح. هلا عم بيقولوا لي عم بيزيدوا لي معلومة الصبايا والشباب إنه هو الشركات نسمح لهم العشرين شركة نسمح لهم، ولكن المفاوضات هي مع الروسي والصيني. يعني هو أنا برأيي معلش سهل أحيانا الحكي، لكن فعليا إيه نسمح لهم. الجو مشحون بطريقة طوني بقول أنا كلمة نحن بنعرف. طب أنت بتعرف يعني الناس عم بتقلك عم تفرق معي على نهار أنت يعني حياة أو موت على نهار. أنت بتعرف طوني إنه لهلا باللقاح الصيني ما بيبيعوك الصينيين لقاح إلا تحت شعار تجربة سريرية. تجربة ليش ما مضوكم على اوراق الفايزر قبل ما اعطيوكم اللقاح؟ لا لا على مسؤوليتكم الخاصه شو ما بيصير. لا انتبه في فرق. هي زيتها. لا لا كل اللقاحات الجديده طيب. حتيجي حتيجي على مسؤوليه الدوله. طيب. بدي اشوف انا وياك حاله غريبه لشخص عم بيزور الناس ببيوتها ويعالجهم للكورونا، والواضح كان لا عم بيروح يعالجهم لا كمامه ولا اي شيء، وبيعلق لهم مصل معه مناعه. لا من سوء حظه وقع عند زميلتنا بتول عبد الله. فخلينا نشوف شو صار. وهون بدي وجه شكر لوزاره الصحه اللي تعاونت معنا بشكل كتير كبير لايقاف هيدا الشخص وداهمه اليوم بعد الظهر وتم توقيفه. خلينا نشوف. وصل خبر لبرنامج طوني خليفة من عدة أفراد أنه في شخص عم ينتحل صفة طبيب ويجي على البيوت حتى يداوي مرضى الكورونا. نحن هلأ رح نتواصل معه على أساس أنه في حدا مصاب بالكورونا ليجي ويكشف عليه. ماما دكتور أنا وخيي مصابين بالكورونا ونحن محجورين بالبيت. خيي تعبان عم تطلع حرارته وتنزل. أنا بشي الكورونا أنا بشي أنا جاي بدي أعمل له مرصد. نحن بانتظار اتصال منك. أي دكتور؟ أي حرمشي فوقك أخرت أنت جينا مرضى والله. أنا جهزت عندي وكل شيء جاي. كان عندي أنا مركز هون على شارع الجاموس في كل شيء وأكسجين بس اللي بدي اللي رجع مركز طبي. آه حلو. أنا في لحالي ما عم جيت. حضرتك حكيم صحة عامة؟ أنا جراح مراقب صحي بوزارة الصحة وجراح، بس بهيدي الأزمة اللي نحن فيها بطل في شيء اللي كله كورونا. بس برواق. حضرتك خريج وين دكتور؟ بريطاني. بريطاني. أنا اسمك سابقك صارت. إيه صرت مشهور يعني ما كل الأدبي حطيتها فيه مشان نقصها استفادة. هاي دي المعطية نحن للجريب يعني مثل هي ما جزء من الجريب والكورونا. أنا حتى تحديت مرة إنه قلت أشوف حالي حتى وبلا ماسك يعني بلا شيء عاد ولا شيء. كل يوم كم مريض تقريبا عم تشوف؟ 28 26 هلا كثير حيرتاح يعني مثل ما شايفه راحة الرشفة مباشرة. طيب وشو بتريد من هنا؟ بدي يطلعوا بالضبط 90 فولدر. تابعنا الموضوع تاني يوم مع نقابة الأطباء وتبين إنه هالاسم مش موجود بسجلات النقابة، وبالتالي هالشخص هو منتحل صفة طبيب. حملنا ملفنا كاملاً وتوجهنا على وزارة الصحة، وكان القرار باستدراج ومداهمة الشخص المنتحل. عندي مثل دقات قلب سريعة عم بيصير. طيب نحن نعمل تخطيط. أنا أجي روحها. حاضر. مرات صحة وزارة الصحة وعندي هون. ده بياخد وقت التخطيط. إليك ما تخافي يعني ضغط شوي عالي. معقول هون من مضاعفات كورونا؟ كيف بده يكون هون مضاعفات؟ اليوم انا اخذت لقاح. عن جد لقاح؟ كوزارة الصحة. بتعمل هون عمليات جراحية؟ قلت لي جراحة. ايه اذا في عمليات بسيطة، اذا مثلا كيس دهن، بيت شعر، تلولة طالعة، شيء هيك بشتغلها جوا. ايه لحالك؟ لحالي. فرجينا.
هاي المكنة هون حط لها ماسك وندورها وتشتغل. هاي الكوب. نحن بين الوزارة عم تقول انك حكيم وانك مراقب بالوزارة. حضرتك شو عندك شهادات؟ انا بالمرض مجازفة. ليش بتقول انك طبيب؟ ليش بتقول انك مراقب بوزارة الصحة؟ هذا امتحان صفة، امتحان صفة بعد جرم. نحن عمل لك ابزار ونرجع نحوله للوزير والوزير بياخد هو القرار المناسب. بتعرف عن نفسك طبيب جراح دارس ببريطانيا صح؟ ايه. شو الهدف من هالشيء؟ والله ولا شيء بس هيك مش غش بس خلص اكمل. ممرض بحق له يعمل جراحات؟ اذا درس بيقرر بتعترف وبتقر انه حضرتك عم تنتحل صفه طبيب؟ منها تتعهد ما بقى تمارس انتحال صفه طبيب؟ اكيد والله. قديش صرنا ما اذينا حدا؟ ما صار ما صبت ما تشتغل هيدا مرخصة. في حدا فتح لك المركز مش انت فتحته؟ ايه هو المسؤول عن هون طبيب عام صيدل دكتور. اوكي يعني هني مغطيينك فينا نعتبر يعني هني اللي فاتحين هون انا بشتغل هون. الارباح لمين؟ مناصف. هيدي بطاقة انتساب لوزارة الصحة؟ انا هم زورة انا خدمة هيدا الختم يلي حضرتك عم تستعمله المحاسب. يعني انت شغلتك لا ممرض ولا طبيب، انت محاسب. ايه محاسب، كنت محاسب وانتحلت صفة طبيب. ايه بس الاخطر دكتور بوسوار بتقول كيفي الاخطر دكتور انه في وراء طبيب وفي وراء صيدلي كمان صح. يعني في طبيب وصيدلي مرخصين له المكان وهو وعم بيتجروا فيه. يعني نحن عم ندفع حالة التفلت اللي موجودة حقيقة بالبلد انه هيدي مين بده يضبطها. فبتمنى وتوقف اليوم عرفت؟ ايه انا حسب ما صار امبارح معنا بمؤازرة يعني امن الدولة وبامر وزارة الصحة داهمنا تم اقفال المحل والشخص اليوم احيل على يعني ملفه على النيابة العامة عند رئيس هيئة القضايا بوزارة العدل. صار هونيك الملف. انا كنت انا اتواصل مع دكتور جوزيف كلوب بلغني يعني بوجه تحية كبيرة. معالي الوزير طلع هيدا القرار. ايه مضيها كمان طلع القرار معالي وزير الصحة. مزبوط. انت رحتي على العيادة محل ما هو صح. ايه هالعيادة باسم طبيب وصيدلي. ايه صح حسب ما قال لي هو إيه؟ برسين وقال لي انا في طبيب وصيدلي هن المسؤولين هون هن لقلن هون انا بشتغل معهم وبنتقاسم الارباح. طيب انت كيف كشفتوه؟ انا كشفت اول مره اجاني خبر من حدا انه كان معه كورونا وهيدا الشخص بعته عبر حدا يعني انبعت لعنده ليعالجه. فالوصفه اللي اعطاها اياها غريبه يعني ما بتنعطى لمريض كورونا. مستحيل طبيب يعطي مريض كورونا هيدي الوصفه لانه طلع فيها دواء من الادويه اللي ما بينعطوا لمرضى الكورونا لانه كثير ممكن ياذيهم. من هون صار في شكوك حول الموضوع اضافه لانه كمان في رجل مسن انشاف معه ورقه مختومه عليها المحاسب الفلاني. نعم. فلما انختمها عطي وصف الدواء على ورقه الدواء او عطي عفوا صوره شيء لمختبر ايه طيب. يعني شكله كمان في مختبر متواطئ معهم كمان هون هيدا دليل لمختبر يتقبل. هلا هو بالتحقيق ان شاء الله بالتحقيق يقدروا ياخذوا منه كل التفاصيل ونحن نتبلغ فيها كمان تبلغ صحيح. بس انت لفتك الانتباه انه جاي على حاله كورونا قلتي لي فات لعندكم لا كمامه ولا شيء فات لعنا الشنطه اللي حاملها شنطه ميك اب مانا شنطه طبيب ايه؟ فات قلت له انت عم تلقط شيء مره كورونا كونك بتشوف كثير مرضى. قال لي كل يوم بشوف لي 30 مريض. قال لي بس لا هو شلح الكمامة. قال لي أنا تحديت حالي أنا ما بنصاب بالكورونا. الغراض كلها اللي عم بيشك فيها المصر وهيك كلها ما بتتعقم معقم إيديه حتى يعني حتى الشيء اللي بيطبب فيه المريض ما بيعقمه يعني ما بيراعي هيدي الأمور أبداً. الإبرة زتتها على الأرض يعني إن شاء الله ما يكون جيب لقاحات كمان وعم يعطي ممكن إيه لا ما بيعرف عن نفسه إلا ممكن. طبيب جراحة بيعمل عمليات جراحية بالعيادة بس صغيرة. نائب الأطباء شو قالكن إنه هيدا مش موجود بالنقابة اسمه نهائيا إيه رحنا ووزارة الصحة منه مرائب بوزارة أبدا الصحة. لا مرائب ولا بملفات لا. وزارة الصحة ما وقفتوها هلا يعطيكم العافية لا والله بالصفتين يعني بدل الصفة صفتين طبيب ومراقب صحة بتقول أنا بدي أتشكري كلمة أخيرة بدي أقول كلمة أخيرة حقيقة طنطوني بدي أقول شغلي بدي طمن لكل اللبنانيين انه ما حصل كان خطأ كبيرا لا يجوز تكراره ولا يجوز السماح به. ونحن كلجنة رغم انه صلاحيتنا صلاحية معنوية واشرافية لا نستطيع ان السكوت عن اي خطأ بده يصير. النقطة الثانية اللي بده يصير نحن باقيين بالوقت الحاضر لانه نحن نريد ان ننظم العملية اللقاحية مع وزارة الصحة
لأنه جاي لبنان عليه كمية لقاحية كبيرة يستحق الشعب اللبناني نعم. حقيقة أن يكون فيه هناك عملة لقاحية منظمة وجيدة، لأنه هالحملة فيها كتير إيجابيات كما فيها بعض السلبيات. خليني أقول لك بس نقطة تانية، بدي أقول شغلة، في ملاحظتين اثنين. تمنيت على المنصة أن تفرج عن 50,000 اسم في الأسبوع القادم، وبالتالي سيكون هنالك 50,000 اسم حيطلعوا بشكل 10,000 اسم يومي لحتى يتسجلوا بالمنصة، وعدونا أنه حيعملوها، وهنالك خطأ لا يجب أن يتكرر ويجب إصلاحه مع الصليب الأحمر اللبناني، يلي منتشكره نحن على الصليب الأحمر اللبناني كان عم يلم الناس من الهند الكورونا، يجب أن يتم تمنيعهم أسرع. ونحن وعدنا مستشفى جزين الحكومي بأنه الأسبوع القادم يجب أن يكون فيه نوع من النشاط التمنيعي. لازم كل مواطن لبناني ياخد حقه باللقاح 100% أبدأ بشكل من دون سياسات ومن دون نحن موافقين معك. معالي وزير الصحة حمد حسن بعث لي ملقح حتى مساء اليوم داخل مستشفيات 39,783 مسجل على المنصة، منهم 29,538، يعني تقريبا فيها تقريبا فرق 10,000. عم بقول لك بتقول لك 40,000 تقريبا غير مسجل على المنصة، 10,245. وملف العيادة النقالي لم يتم تسجيله، بعت لي الرد للدكتورة تاليا عراوي. هي تاليا بعتت لي الرد لإلي كمان. يلي بدي أقول لك إياه إنه العيادة النقالي تقريبا عملت حوالي 2000 حالة باستثناء النواب. بيرجع هلا بيبعث لي النائب ميشيل ظاهر عن جديد إنه هو مستعد، بما انه الروسي ما بيتعامل مع شركات خاصة، مستعد هو يتبرع ب50,000 لقاح للدولة اللبنانية، هو بيدفع حقهم للدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية تستوردها، خلي الدولة تستوردها له، ما في مشكلة. يعني هو بيدفع لكم حق 50,000 لقاح، بيدفع للدولة مش بيدفع لنا انا. توني عم تفرض للدولة، انت ممثل الدولة، انتوا كلجنة ممثلين الدولة. لا احنا مش ممثلين الدولة، نحن بيدفع للدولة، نحن ممثلين الشعب عند الدولة. اتفقنا انا وياك، ممثلين الشعب عند بيدفع للدولة حق 50,000 لقاح، بس الدولة تستوردها له لهو يوزعها على المؤسسات اللي بده يوزعها. هيدا شيء كثير بالهدول. اليوم الاستاذ مخزومي كمان ابدا هذا الموضوع، حكاني كان الاستاذ فؤاد، في مجموعه كبيره من رجال الاعمال الفلسطينيين محضرين كمان مبلغ قد يصل الى مبلغ كثير كبير كثير، من اجل ايضا مساعده بتمنيع الفلسطينيين. حدا عم يسال انه في لقاحات مهربه من لبنان الى سوريا، مش على علمي، بدك تسال الدوله. لا انا بتصور اللغط اللي صار بخصوص انه دوله بدها تساعد سوريا بتأمين بعض اللقاحات، اعتبروا البعض ركبوها هون. ركبوها. الإعلاميين أي متى عم يسألوا؟ الزملاء الإعلاميين تعرف نحن رأينا أنه الإعلام مهم، لكن الإعلام بده ينطر. مش أهم من النايب. أنت الإعلام مهم بس مش أهم. أنت أهم واحد فيهم. لا 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 بس الأهم الإعلام مهم بس مش أهم من النايب. لا نحن بالإعلام بيجي بمرحلة ما بعد المسنين وما بعد القطاع الصحي. بعد في شيء بدي أسألك يا قبل ما بدي اسالك شيء. طب خلص بدك تشبع من هذول. لكن حقيقه طوني اول شيء بدي اشكرك على هالحلقه، لانه اجت بوقت ان شاء الله ما كنت قلت عليه. لا انا ما عندي ولا مشكله، بس انت بتعرف بس انا عم بحكي بالسن انا ما عندي ولا مشكله. انا اللي بحكي، انا اللي بدي اقول لك اياه، نحن السبب الوحيد يلي خلينا نبقى نحن وزملائنا حقيقه انه نحن نمثل الناس ونمثل الاطباء في هذه. بس معلومه صغيره عم بيقولوا، يعني في ناس عم بتقول انه الاسترازيني كمان بيصلح لفوق السبعين سنه. لا مزبوط هيدا الكلام؟ لا صحيح. اللي بدي اقول انه الاسترازينيكا واللقاح السبوتنيك الروسي حتى اللقاح الصيني ما في دراسات كثير فيه فوق ال 65 سنه، لكن هذا لا يعني انه ما بيستعمل بهذيك العمر. اوكي. بدي اعذبكم بس قبل ما يغدرنا معالي. لا الله لا يقدر. دولة. ولا الله لا يقدر. أنا يمكن معالي وزير الصحة حابب يعمل مداخلة على الهواء، يا ريت تتصلوا فيه يعملوا معروف، لأنه موجود ناطر يعمل مداخلة، مع أنه نحن طلبنا منه يكون يعمل مداخلة وقت قال لي أو قالنا أنه هو ما بقى بده يطلع إعلام إلا على تلفزيون لبنان، فلهالسبب نحن ما تواصلنا معه الليلة. بتقول أنا بدي أتشكرك كلك ذوق، وهلأ رح يكون عندنا موضوع المرفق بعد شوي كمان. كمان بتقول عم بتحيي بالمرفق. بتقول يعني جنود. لقلك كلمة حقيقة يعني نحن اللي بدي أقوله وكتير مهم،
انه نحن كنا شايفين هذه المبادره وبعدنا شايفيها هي محاوله لاظهار انه لبنان يستطيع ان يقوم بشيء جيد حتى في ظل هذه الظروف البشعه. نعم. سياسيا واقتصاديا ومعيشيا، ولازم تنجح هذه المبادره، وعلينا ان نكون شفافين وعادلين، ونحن معتمدين على ناس مثل الاستاذ طوني لحتى يظهر الكل فيهم الخير والبركه. لا لا والله ما كان نحن اقل لا لك الناس. لا والله حتى يظهر الخلل نحن اليوم الاتكال عليك نحن يعني حياتنا طوني. حياتنا معلقه فيكم طوني, طوني خليني اقول لك شغلي، نحن كثير بهمنا انه يكون الاعلام جزء من عيوننا نحن جميعا من رقبتنا لحتى نعرف شو عم بيصير. جاهز الاتصال مع معالي الوزير ولا بعد؟ انا ما عم بسمعكم مزبوط اليوم ما بعرف ليه. الاتصال مع معالي وزير الصحه. اوكي، لانه طالب يعمل مداخله اكيد، لانه اليوم كل الهجومات وكل السهام عم بتوزع عم تتوجه لوزاره الصحه ولا معالي وزير الصحه تحديدا. خلينا نشوف شو رايه هو بالموضوع. صار حاضر. طيب يعني بدنا نترك بعد شوي ما بيأثر بما انه نحن علاقتك كيف بمعالي الوزير منيحة؟ لك انا في علاقه احترام متبادله، بس بدالك مش حكي معه. في علاقه احترام متبادله، اليوم حكينا مع بعضنا حكيته. اليوم حكينا مع بعضنا، واليوم كنت اخذ موقف انت شوي. انت بتعرف انا باخذ موقف مش من اشخاص، باخذ موقف من عمل ما، وانت بتعرف معالي الوزير هو اليوم حكينا وارسلنا له توصيه نحن له، وهو حيتعامل معها ان شاء الله. ان شاء الله. بعدنا ناطرين الاتصال. طيب معالي الوزير خطك على طول مشغول، عم نطلبك خطك مشغول، يا ريت بس بتسكر خطك لنقدر ناخذك على الهواء، لانه يبدو معك اتصالات مو المعروف. عم يطلبنا يمكن، ما بعرف. ما عليك، فيك تسكر خطك عمو المعروف لنقدر ناخذ الاتصال منك. صار معنا معالي الوزير، صار معنا. صار معالي الوزير، مساء الخير. معالي الوزير حمد حسن، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. تفضل. لا الرحمن ويعطيكم العافيه. الله، اهلا وسهلا فيك معالي وزير الصحه، تفضل نحن عم نسمعك. انا حقيقه يعني اشياء كثير مهمه لازم واحد يضوي عليها، لانه تفضل. كانه كل هالانجاز الوطني اللي انعمل واللي تفضل فيه دكتور عبد الرحمن بجهد مشترك بين وزاره الصحه واللجنه الوطنيه ودعم من كل المؤسسات، وهلا مش لحا احكي عنها مؤسسات الدوله. نعم. بيصير في شويه شوائب محدوده، ولكن للاسف بتطغى هي على الواجهه، وبننسى انه في انجاز عم بينعمل، لازم نضلنا متفائلين ونشتغل. طيب. عليه. انا بس لحظه معاليك، بس بدي اتفق لحظه بس كلمه خليها. بدنا نتفق نحن وياك على كلمه انجاز، ولو ريحونا من كلمه انجازات. ريحونا من كلمة إنجازات، لأنه من أول يوم كورونا بالبلد وبتحكونا على إنجازات، صرنا أسوأ دولة بالعالم بكورونا وبعدكم بتحكونا على إنجازاتكم. عملوا معروف، مستعدين نسمعكم للآخر ونتعاون معكم للآخر، بس ريحونا من كلمة إنجازات. الله يرضى عليكم، عمول معروف. تفضل. إنجازاتكم بدنا نكتفي بإنجازاتك الإعلامية. شو بدي بإنجازاتي أنا الإعلامية؟ أنا إنجازاتي ما بتقتل ناس. إنجازاتي ما بتقتل ناس. إنجازاتي ما بتقتل ناس يا معالي الوزير. أكثر شيء إنجازاتي بتزعل مني ناس، ما بتقتل ناس. شككت بالأرقام. أنا ما شككت بالأرقام، أنا قريت الأرقام. شككت بالأرقام وهذه الأرقام غلط. شككت ب500 تهريب، ليش عم اتهام؟ أنا ما شككت مع معالي الوزير، أنا نقلت عن ناس وقلت لا أتبنى، نقلت عن ناس وقلت لا أتبنى، ولما إجا التوضيح وضحت. أنا بدي أقول ثلاث شغلات. أول شيء بالنسبة للنواب، السادة النواب، بررنا بالنسبة لأعمارهم، هاد عندكم التبرير غير معترض. أخذتوا آخر جزء بالتقرير، أخذوا آخر جزء بالمقابلة
اللي هو على انه انا اضافي للمبررات انه الاعتبار انه هن مضبوط ويجبن، قلت كلمه مضبوط ويجبن ولكن هذا مش مبرر، انا حطيته بخانه انه رد جميل بسيط من اللي صار، بس هذا كان اخر شيء شخصي. اثنين، نحن اليوم عم نحكي عن ارقام، وقت من بس هذه الارقام المشككه للناس لنفقد حتى الثقه. يا اخي ما بدك تقول انجاز، ما تعتبره انجاز، بس بالحد الادنى نعطي الارقام. حضرتك عم تطرح ارقام، بس لازم يكون في ارقام بين ايدين الدكتور بزري اللي هو مطلع على الملف ويعرف وين عم بصير في لاك او ميس انفو، بيعرف حضرته وين موجوده، انه وين عم بصير، انه في عندك موبايل كلينك، في عندك مواطنين ما عم بيجوا يتلقحوا، عم بصير في عندك معطيات بس تنقيح، ثاني نهار عم تاخذ الاسماء من المستشفيات، والدليل الارام اللي بعثت اياها هلا على المنصه. اذا التفتيش المركزي اذا كان ارقامه من 3-4 ايام هلا اكيد بدها تتغير. نعم. هاي الارقام منا ثابته. زياده مع الشيء استاذ طوني، فينا دكتور بيعرف قديش نحن صرنا عاطين مع اليوم 24 افاده لشركات خاصه للاستيراد، ولكن ولا شركه حتى الان استطاعت. يمكن الامور متعلقه بالشركات المصنعه، وممكن في اشياء لوجستيه هي اشترطت انه يكون وزاره الصحه مباشره ضليعه بالامور. ولكن يعني فينا نقول مليون بالميه انه ما نشكك كمان انه والله خي وزير الصحه وزير الصحه. هاو ال 24 شركه ما في ولا وحده منهم بعلبك اساسا، ولا حدا منهم من بشكل مباشر او غير مباشر في بيربطني في اي علاقه. بياخذوا الافاده من برا بتفوت لعندي للامضاء وبتستلم. نحن بنشتغل بهي الشفافيه. ما انا اللي بدي اقوله بالاعلام، اذا انعكست الصوره القاتمه لهيل عم بيتحقق واللي عطى شويه اريحيه للناس بتحقيق اللقاح رغم كل الظروف، نحن لازم نحافظ عليه شوي. صار في عنا شائبه ممكن تقول انت الصفه حضرتك غلط، خطا ممكن حدا يقول غلط، مش انا وحدي، مش انا وحدي لك، بعرف يا استاذ. لا بتحملني اياها لالي وحدي يعني. لا بس انه بس بالمقابل، بالمقابل يا استاذ طوني، انت كلهم عم تحكي عنهم على 16، انت كوزاره صحه فيك تضبط 32 مركز تلقيح بكل لبنان، فيك توقف على يد كل ممرض، فيك توقف على كل لائحه. ابدا، مشان هيك انا قلت يعتبر كل مدير مركز، كل واحد بده يتلقح من خارج اللائحه، عم هو صار بدمته وبضميره اي مصاب فوق ال 75 سنه اذا بصيبه مكروه او بيخسر حياته. نعم. نحن اكثر من هيك شو فينا نعمل؟ طيب. نحن نحن بمرحله تفضل بدنا تعاون كلنا سوا لنوصل ونحقق هذا الامان اللي عم ننشده من زمان. اما لانه الامان انه وصلتوا لكورونا لأسوأ مرحله بتقولوا انه مزبوط، نحن اللي عم بيتسجل عندنا مرقنا بكوارث، ليش ما فينا نحن نحملها كلها؟ فيك تحملها للي بدك اياه، ولكن ما مرقنا بانفجار مرفق يا استاذ طوني نطت الارقام 4 اضعاف، ما مرقنا بمرحله اعياد وهي بنعتبرها مقدسه وهي تقليد لا 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 اللبنانيين لا 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 بكل توقفهم. لا 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 ليش مش مسؤولين؟ لا السهر، عفوا عفوا معالي الوزير، السهر والحفلات وترخيصكم للحفلات والسهر بهيدي المرحله هي مش مقدسه، هي لا داخله لا بالقران ولا بالانجيل ومنها منزله، هيدي مصالح شخصيه لناس قدرت تجيب تراخيص لانها عندها علاقاتها وعندها مصالحها الشخصيه. هون كان لازم تضربوا بيد من حديد مثل ما انعمل بباقي الدول وتقعدوا العالم ببيوتها. نرجع تسمح نرجع للقاح، بدي ارجع للقاح، بس انا كان بدي اسالك سؤال اليوم بضل. اليوم عم بيسال يعني مثل ما صار معنا مع الشيخ سامي جميل بالفيديو اللي شفناه مع الوزير جبران باسيل، مع الدعوه اللي صارت مع بعض النواب اللي هن تحت السن واللي هن نواب منهم سابقين ومنهم حاليين وتحت السن، لماذا وجهت هذه الدعوه الى هؤلاء النواب وهن مخالفين للشروط الصحيه؟ نحن استاذ طوني امبارحه نحن وبالموبايل كلينك وبوجود نحن ما عندنا شيء نخبيه، كان معنا 2 من الاي اف ار سي، نحن كنا موجودين وقتها اجا نائب من خارج المعايير المحطوطة اعتذرنا منه، كان معنا اضافي 4 مثل ما تفضل دكتور بزري، عملنا 3 للمسعفين من الصليب الاحمر لانه اعتبرناها فرونت لاينر، فتحنا الفيل الاخراني اللي هو فيه 6 نعم.
كانوا صاروا 20 مع الأربعة موظفين، 3 صليب أحمر و1 موظف دو كونسير. إذن نحن اعتذرنا من نائب كان متواجد هونيك والفريق هونيك، قالوا له منعتذر منك لأنه نحن اخدين اللوائح 128 لسعادة النواب واخدين منهم بس المستوفيين والشروط. هلأ الحسب أنه ليش رحنا بموبايل كلينيك لهونيك أو لا، هذا موضوع مختلف، ولكن إحنا كان بيعرف الدكتور بزري ما كان موجود، بس بيعرفوا أنه مبارحة كان في جلسة بالنهار الثلاثة، كان في جلسة للمجلس النيابي وكانوا سعادة النواب موجودين بكثرة. نحن نأخذ ضمن هاي القائمة اللي هن مأخذين لها الشروط ما فوق 75. بدي بس مرق بعد المعلومة، فضل دكتور بزري، واللي دكتور بزري بعد عبقرة بالنقاش نحن وياه، واللي أنا قلت اليوم لأستاذ ساروج، بدي يقول نحن وقبل ما نبلش التلقيح من أسبوع عدد المستشفين فوق 75 سنة 23,000، بس بلشنا وصلوا لل 44,000. وهذا السؤال يطرح اليوم، وحضرتك من شوي أشرت له، هل اللي امبارحة سنة ومريض لازم يكون من شهر مسجل بدنا نضلوا ناطر كل اللي فوق 75 سنة؟ هاي من الأشياء اللي عم تخلق يومية عنا، وبدأ أخذ قرار وبدأ تعديل. مشان هيك تعديل لازم يتعدل أسبوعيا بأول مرحلة. عندك تعديلات لأنه عم بتواجه مثلا حكينا لدكتور بزري، عنا عائلة بيتصل فيي أب مفجوع توفى عنده ولدين، بيقول لي بعد عندي هالولد عمره 23 سنة في مجال أنه نلقحه، خليلي بس أنا من ذريتي هذا الشاب. هاي الحالات تأخذ بعين الاعتبار أم لا؟ هاي مش عندي، هاي عند اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية وبين اللجنة العلمية، يبنى على شيء مقتضاه. سؤال أخير، بشر، هذا ليس بإنجيل، هذا ليس بقرآن، هذا ليس بمنزل. نحن عايشين في لبنان يا جماعة. سؤال أخير، تحديات كبيرة لازم نأخذها بموضوعية ونعالجها. سؤالين أخيرين ليكون أصح. أول سؤال وردني من شخصية إعلامية مرموقة بيسألني، هل صحيح تلقيت عدة ملاحظات من قيادة حزب الله على أدائك بالفترة الأخيرة؟ نحن بموضوع الوقت اللي بيكون واحد عم بيتجاوز الحدود بصير في يعني نقاش معين، ولكن ليس هناك بهذا المعيار بموضوع اللقاح بالذات. بعد ما صار في قعدة ولا صار في تقييم، ولكن كان هناك ملاحظات من قيادة حزب الله على أدائك معالي الوزير؟ كان آخر أسبوع على اللقاح كان في ثناء على موضوع اللقاح ونجاح إعلان المنصة، واللي صار مبارحة هذا صار خرق يجب تعديل. إذن هل ما حصل مع النواب بمجلس النواب سيتكرر مع المرجعيات الروحية؟ يعني عم بيقول أنك أنت بدك تعتمد نفس الطريقة مع المرجعيات الروحية؟ نحن اللي صار مبارحة مع النواب، مع سعادة النواب، أنا قلت أنه رب ضارة نافعة، لأنه اللي صار مبارحة هو درس للجميع، صحح مش بس لوزارة الصحة، هو لكل الإدارات ولكل المراكز ولكل المؤسسات، أكانت إدارات عامة أو حية أو غيره. وبعتقد اليوم أنا فيي أجزم لك أنه اليوم ما تلقيت ولا اتصال لتقريب موعد أو لتسجيل زيارة أو ما غيره، مما يؤكد أنه الكل من حدث مبارحة أكيد استخلصنا عبر، وبالتالي تنقية المسار للمستقبل هيد بعتقد أنه هدف من الأهداف اللي لازم نحققها. معالي وزير الصحة، أنا بدي أتشكرك جدا، وأنت بتعرف كتير مني على المستوى الشخصي إلك محبة وإلك معزة وإلك احترام كتير كبير، ولكن هذا لا يمنع أن ننتقد بالمهنة وبالمهنية. يعني العلاقة الشخصية لا تمنع على أي صحافي أو أي إعلامي أن يمارس مهنيته ودوره الإعلامي. فالإزدواجية اللي دائما بتحكي عنها فيما يتعلق فيه هي تجوز بعملنا، لأنه العلاقة الخاصة ما لها علاقة بالعلاقة المهنية. أنا بقدر مهنيتك وحرفيتك، شكرا، بس أنا اللي بدي أقوله مش دائما المشهد سوداوي على هذا المستوى، هذا اللي كنت بدي أقوله. شكرا لك، في عم نضخ شوية إيجابية على مستوى اللي عم تحقق. شكرا لك، وإن شاء الله يكون كله إيجابي من هلأ ورايح، ما يكون في عنا أي شيء سوداوي. ألف شكر لك دكتور عبد الرحمن البزري، شكرا لك بتول. خلينا ننتقل على موضوع آخر، هو موضوع الأسيد نتريك اللي موجود بمرفأ بيروت،
وقيل أنه يهدد بكارثة إذا لم يتم التعامل معه بسرعة كبيرة قد تشبه كارثة المرفأ الأخيرة اللي بعدنا عم ندفع ثمنها لهلأ. خلينا نشوف هذا التقرير. من بعد أكثر من 6 أشهر على نكبة انفجار بيروت وصلتنا معلومات خاصة عن وجود قنبلة موقوتة أخرى هون على المرفأ، فشو حقيقة هيدي المعلومات؟ تقريباً بشهر 10 اتصل فيي أحد الأشخاص من هو اللي بيتعاملوا معي كزبون، هو شركة شحن كمان، بيقول لي في عندي كونتينر أسيد نتريك بدي أبعته ترانزيت على سوريا. طلعت أنا على الأسيد نتريك وفتنا على التقييدات والمحظورات لنشوف شو بده هذا بالترانزيت. طلع بده إجازة مسبقة، الإجازة بتخديها أول شيء من وزارة الاقتصاد بعد موافقة وزارة الداخلية. فوراً أنا بتعرفي أنه موضوع الانفجار بمرفأ بيروت، وبعرف أنه هذه بضاعة اسمها Dangerous Goods Class 8، واجبة أني بلغ فوراً. المهم هذا الزبون هو سوري ما بيعرف بالقوانين اللبنانيين، شحنها باسم شركة لبنانية اسمها Moonlight، Moonlight نور على لبنان. وصل هذا الكونتينر ب 8/9/2020، قدم الطلب لوزارة الداخلية بتاريخ 23/10/2020 تحت الرقم 16723 بالمجالس المحلية. كتبت لهم بالبولد بضاعة خطرة قابلة للاشتعال والانفجار ويتوجب التصرف فيها فورا بدون تأخير. بعد تقريبا 3 أسابيع بنحكي بعتقد مع مكتب مدير عام وزارة الداخلية، بيقول أنا رح حولها على وزارة الدفاع. بننزل على جهاز أمن المرفأ بيقولولنا جاي فيها إعادة تصدير على بلد المنشأ. طب قلت لهم وقت اللي بيكون في إحالة بيكون في شيء خط الإحالة الأساسية وين؟ رجعنا وزارة الداخلية بتقول من 4/1 بوزارة الدفاع بعد المعاملة، بعد ما وصلنا لشيء لحنا بعدنا ضايعين. وين؟ بوزارة الداخلية، بوزارة الدفاع، بوزارة الداخلية، بوزارة الدفاع. الكونتينر موجود بالأرض قبل الانفجار للاشتعال، ضرر حق البضاعة $12,000، الغرامات صارت عليها $12,000، صاحب البضاعة ما عاد بده إياها. وشو يعني إهمال كبير، انفجار، هذا بيعرض انفجار يعني. أي بلد مصدر هيدي المواد حمض النتريك؟ هلا مبيني عندك حسب اللي جاي من تركيا جاي هي. الكونتينر وين موجود؟ أكيد موجود ببحث المستوعبات بالسيتي. خلينا نروح سوا على المرفأ حتى تدلنا وين. حسب الشرح نحن هلا مبين عنا انه هو ببحث المستوعبات اللي اسمها سيتي. وين يعني؟ هي بتوقع تقريبا باخر البور هونيك عند هالونوش اللي شايفتيهم هونيك. في عندك كونتينرات اخرى لانه في شيء كله بضائع اسمها دانجرس جودز. إذن بعد ما شفنا هذا التقرير وما قد تصل إليه الأمور، بس قبل ما رحب بضيفي الدكتور جورج أرنعوني، أهلا وسهلا. جبران أرنعوني، بس أنا كنت عم بركز في عم بيكتبوا على السوشيال ميديا أنه الوزير يصحح أرقام خاطئة مدسوسة للإعلامي توني خليفة. هالأرقام مش من بيت بي جايبها، هالأرقام موجودة على منصات متداولة على السوشيال ميديا، والارقام اعطت لي من قبل اعلاميين من بيئه الوزير تحديدا، يعني من ناس مقربين من بيئه الوزير اعلاميا، مش مني انا شخصيا من جيبي. فانا نقلت ما مكتوب ومني انا جايب الارقام من عند بيت بيي. والوزير لما صحح اعطى انه بين هذه الارقام واللي صار الليله صار في فرق. فيا ريت ركزتوا على حياتكم وعلى صحتكم وعلى شو ناطركم بهيدا البلد قبل ما نقعد بس تندفع عن ناسنا وعن أشخاص نحن، لأنه نتفق معهم فكريا أو سياسيا بننسى كل الأمور التانية. نحن هون عم ندفع عن حياتنا، عن صحتنا، عن صحتي وصحتك. لو وين ما كنت، لو بتختلف عني بالفكر، لو بتختلف عني بالسياسي، لو بتختلف عني بالقناعة، ولكن ما يجمعنا اثنيننا على الأقل من جانبي أنا إننا لبنانيين أو لبنانيان من ننتمي إلى وطن اسمه لبنان. لا ننتمي لا إلى زعيم ولا إلى سياسي ولا إلى فريق سياسي. لما تموت ما رح يحاسبوك لأنك أنت متت وتنتمي إلى هذا الفريق، ولما أمك أو بيك أو خيك يمرض
كمان ما رح يقولوا لك ما رح يمرضوا لأنك أنت زعيمك فلان. ولما بدك تروح تجيب مصرياتك من البنك بدون يوقفوك مثل ما بدون يوقفوني لألي زيت شيء، أو إذا زعيمك هو بجيب لك المصريات لبيتك. فهذا الموضوع ما حدا يزايد فيه، أنا عم بحكي بأرقام وصلت وموجودة على منصات وموجودة بوسائل التواصل الاجتماعي، مش جايبها من بيت بيي. يا ريتكم بتركزوا على الكلام الأهم اللي حكينا فيه، والكلام اللي هو بيدافع عن كل واحد منكم وعن كرامة كل واحد منكم وعن حقوق كل واحد منكم بهذا البلد. بس شو بدنا نعمل؟ بدهم يعاملونا زعمائنا بهذه الطريقة، ما زال للأسف في ناس بعدها مثلكم. أستاذ جبران ومعي كمان رح يكون مباشرة وسيم حمية صاحب شركة شحن وسيم. وسيم بترجع، بس بدي أنا وياك نسترجع، أنت شو مشكلتك اليوم تحديدا مع هذه المواد اللي موجودة بمرفق بيروت؟ مساء الخير أستاذ طوني. مساء النور إلك وللمشاهدين ولضيوفك وخاصة الإعلامية النشيطة بتول عبد الله. تفضل خلينا نبلش بالموضوع دغري أستاذ وسيم، شو مشكلتك؟ خلال منتصف شهر 10 تقريبا من خلال عملي بإطار الشحن والتخليص وردتني هيدي الشحنة، شحنة الأسيد نتريك عبارة عن 2685 كيلوغرام، وهي عبارة عن مواد خطرة. نعم. جاي من تركيا ورايحة لترانزيت على سوريا. ترانزيت عبر بيروت؟ عبر مرفق بيروت. هي جاي أصلاً عبر مرفق بيروت ولا كمان بالصدفة صارت بمرفق بيروت؟ لا لا لا، جاي عبر مرفق بيروت ورايحة براً إلى سوريا. نعم. تفضل. استلمت الأوراق، أنا فورا لما استلمت الأوراق اطلعت من الناحية القانونية شو البند التعريفي الجمركي اللي إلها وشو شروط طلعتها ترانزيت، طلع إنه بدأ إجازة استيراد، علما إنه صاحب البضاعة أنا لما استلمتها كان إلها شهر واصلي على المرفق ومحاولين يطلعوها ومش ماشي معهم المعاملة. أوكي. أنا تحمست للموضوع، اعتبرت إنه بما إنه نحن بأجواء انفجار مرفق بيروت والدولة هلأ كلها قايمة إنه ما تخلي هيدي المواد موجودة بالمرفأ، أكيد رح تسرع المعاملة وتستعجل فيها. لذلك فورا من النقطة الأولى بلغت لجهاز أمن المرفأ فيها وتقدمت من وزارة الداخلية بالمجالس المحلية بمعاملة إجازة استيراد، وكتبت بالطلب بالبولد العريض ونبهت شفهيا أنه هيدي بضاعة قابلة للاشتعال والانفجار يرجى معالجتها فورا. بلشنا الراجع أول أسبوع وثاني وثالث ورابع، دخلت المعاملة بأجواء البيروقراطية الإدارية وبتعرف أنت إجراءات المعاملات عنا كيف بتصير، من تحال إلى وتحال إلى ومن ثم إلى ومن ثم إلى. بس سؤالي لألك، هي أول مرة أنت بتخلص بضاعة من هالنوع من لبنان إلى سوريا؟ أنا لا، بيمروا علي بعض المعاملات، بس أنا دايماً أكثر شيء بيكونوا مثلاً الزبون بيكون حكيني قبل بوضعوا بالأجواء القانونية المطلوبة ومنحضرها. نعم. بس هيدي المعاملة جاي لشحنها بدون ما يكونوا عارفين بالالتزامات القانونية اللي لازم يقوم فيها، يعني المفروض قبل ما يشحن كان لازم يستفهم مين هيدا؟ مين هو الشخص؟ سوري؟ هو زبون سوري، شخص سوري. نعم. شحنها إلى سوريا ما عنده تفاصيل بالإجراءات اللبنانية. هو أول مرة بيشحن؟ أول مرة بيشحنها، وهي جاية كمان لغايات صناعية بإطار هي شو اسمها حسب تحليل الخبير كمواد مساعدة في الطباعة. طيب. لذلك نحن تقدمنا وبلشت المعاملة ضاعت. لأنه مصادر رسمية بتقول إنه البضاعة مجمدة لأنه ما معكم إذن موافقة نقل أصلاً، يعني أنتوا جبتوها على المرفأ ومنكم أخدين موافقة لتنزلوها أو تشحنوها لسوريا، فكيف بتجيبوا بضاعة من هالنوع من دون موافقة مسبقة؟ هذا اللي عم قوله، أنا ما حكي مع زبون قبل، هو جايبها بدون ما يكون سائل حدا. ويقال إنه أكثر من مرة قبل جابت يعني هودي الناس جايبين بضاعة من هيدا الشكل ومفوتينها بطرق يمكن معينة، ولكن بعد انفجار المرفأ تغير التعاطي وتفتحت العيون أكثر وما بقى يقدروا ينزلوا هيك بضاعة ويفوتوها من دون معاملات مثل اللي عم تتعرضوا له أنتوا هلأ. هلأ هيدي التفاصيل ما عندي معلومات عنها، عم بحكي فيما يخصني أنا. لما استلمت هيدي المعاملة فوراً
عرفت مدى خطورتها وقمت بالإجراءات والالتزامات القانونية وبلغت. بس أنا اللي عم بحكي علي إنه نحن بعدنا قايمين بانفجار طالعين منه ورايح شهداء الله يرحمهم ودمار شامل لمنطقتنا ولبلادنا. نحن ما أخذنا الدرس، ما أخذنا العبرة إنه هيك بضاعة ضل 5 شهور لتعالجها. شو قصتها لحتى بدها 5 شهور لحتى تتعالج؟ إذا بدك أنت تعمل لها إعادة تصدير إذا ما معه وراء فورا لازم تبلغ الزبون تقول له اعمل لها إعادة تصدير فورا. يعني إذا بدك أنت مشكلتك إنك أنت مشكلتك ما بدك أنت تفوتها، أنت كل همك هلأ إنه ما تبقى موجودة بالمرفأ. أنا بالنهاية صارت على اسمي وبإيدي المعاملة، يعني بالنهاية إذا صار ما صار سمح الله أول واحد رح يطلع كبش المحرقة هو أنا. نعم طيب خليني بس اسمع رأي دكتور أرناعوني. أول شيء هاي المواد شو؟ يعني شبيهة بالنيترات دامونيوم ولا منا بها الخطورة؟ نيترات دامونيوم، أسيد نيتريك أو نيتروسيلولوز، كل هيدي المواد لها استعمالات مختلفة بالأعمال الصناعية كما وأن تدخل في أعمال تصنيع المتفجرات. صحيح. بقى كله بيطبق عليها المبدأ ذاته عندها نفس الخطورة، وفي شيء بنسميه نحن مبادئ التعامل مع المادة وأصول التوضيب أو أصول الستورج اللي بيكون بقلب المعامل. هون المشكلة أنه واحدة من المشاكل اللي بنعاني منها أنه إذا عندي هيدي المادة موجودة أنا بالبور وموجودة بمكان رطب، الرطوبة بتأثر سلبياً على وجودها. الشيء بدنا نعرفه أنه هيدي مادة سائلة بعكس المادة اللي كانت قبل أمونيوم نيترات اللي كانت مادة جامدة. هيدي مادة سائلة لا اللون لا، وإذا عتقت كتير بتروح لونها شوي للأصفر. نعم. وهيدي المادة بتضل الإكسبيرد ديت تبعها طويلة، ما دام مسكرة بتضل صالحة ما دام موضبة. بس بدي أسألك أستاذ حمية، التوضيب قانوني وشرعي لهذه المادة ولا محطوطة بشكل، يعني أنا اللي فهمته من خلال الأبحاث عملتها اليوم أنه مفروض تكون بجالونات موضوعة مخصصة لإلا لأنه البخار تبعها مؤذي، إذا لحقها لهبة نار ممكن تولع، إذا لحقها زنك، إذا لحقها مادة تانية راحت عن بالي هلا كمان ممكن تعمل انفجارات كتير كبيرة. هل هي موضبة بشكل آمن ولا كمان موجودة بشكل مش آمن؟ ناحية التوضيب موضبة جيد جدا ضمن مستوعب 20 قدم وضمن جالونات ومسكر عليها. بس نحن المشكلة اللي عم نحكي فيها ما بدها تأخير تكون هالقد، لأنه لا سمح الله صار في عوامل خارجية أخرى مثل ما عم بيقول لك الخبير قد تؤدي إلى كارثة. نعم تفضل. إلى خروج أو انبعاص للإيدروجين. هيدي المادة من مواصفاتها، مش هناك عم بقول طريقة التعامل معها، مادة مؤكسدة ومادة متآكلة. يعني هيدي إذا الشخص اللي عم يتعامل معها وقعت على إيده بتجلط الجلد بتحرق، إذا تنشأها ممكن تؤدي إلى حدوث مشاكل بمجاري التنفس بالأوعية المخاطية. إذا تبخرت إذا عم يتنشأ وهو نعم. قريب منا عم يتعامل معه إذا في نار حدة لا نصطر لا سمح الله ولع ممكن تعمل أورام بالرواية. هل بالتعامل معه إذا فتحت وتعرضت إلى حالة تبخر حرارة 20 درجة ممكن تؤدي إنها تطلع إيدروجين يلي هو قابل للانفجار بأي لحظة إذا تأمل له مواد تانية. على المادة التانية الأزوت بالستورج تبعها بعملية التوضيب لازم يكونوا عارفين إنه هيدي ما بتنحط حد الفحم، هيدي ما بتنحط حد التربنتين، هيدي ما بتنحط حد كل أنواع الكحول يلي ممكن تؤدي إلى تفاعل كيميائي معه يؤدي إلى هذا الانفجار. مشان هيك عملية التوضيب بتكون سؤال لا سمح الله اليوم صار حريق بالمرفأ شبيه بالحريق الماضي، ستؤدي إلى نفس النتيجة اللي صارت معه والكمية منا صغيرة 2.5 طن. هلأ أكيد ما رح شبهها بالكمية اللي كانت قبل بالأمونيوم نيترات. نعم. بس 2.5 طن الداخلي هي بعملية صناعية يلا. بس إذا وجدت كمان هيدا عنا مشكلة كبيرة. معالي وزير الداخلية مرة جديدة اللي بنتوجه لك، هذا الموضوع ما بعرف إذا بإيدك لوحدك، بس نحن اليوم ببيروت في عنا قنبلة نووية أخرى موجودة بشكل أو بآخر. هلا بتقولوا لنا عم بتهولوا عم بتضخموا الأمور، قولوا اللي بدكم إياه. في ببيروت اليوم كمية أمور ممكن بأي حالة مثل اللي ذكرها الدكتور، يعني رطوبة، اشتعال، امتزاج، حد منا ممكن نروح على انفجار قد يشبه انفجار الرابع من آب. لحد هلأ بعد ما تلملمت لا جروحة ولا دموع ولا حتى البيوت اللي خسرناهن بأربع آب. مش عم بقلكن انه سهل معاملات استاذ حمية بنقلة الى سوريا، ولكن اللي عم بقوله عملوا معروف، حمونا منا وحموا اللبنانيين منا، يا بإعادة تصديرها بالمنطقة من المكان اللي اجت منه أو شيلة من البور بأسرع وقت ممكن، حتى بكرة ما يجي مين يقول ما كنا عارفين، ما حدا قالنا، ما عرفنا. هو 3 كلمات اللي أكتر شيء سمعناهون
بانفجار مرفأ بيروت. فنحن سمعناكم على الهواء صاحب الشأن اللي هو مشرف على نقل هذه المادة من لبنان إلى سوريا، وعم بيقول له 4 أشهر أو 5 أشهر ما عم بيلاقي حل، يمكن لأنه غير قانوني، الدخول غير قانوني، ومن حقنا كدولة لبنانية ناخذ كل الإنجازات ومنع عرضة لأي عمل قد يؤدي إلى كارثة جديدة بلبنان. بدي أشكرك أستاذ حمية على مداخلتك وعلى الأمور اللي أعطيتنا إياها. دكتور أرناعوني كمان تنكون علميين بس تنوضح مشان ما تنفهم انه هيدي جايه للتفجير بهالمعنى، مشان ما تنفهم. لا لا، ما هي مواد صناعيه، مواد صناعية. نترات دموية هيدي العمول، انه هيدي كمان تدخل في عمليه تركيب الادويه حسب الطريقه اللي تعالج فيها، تدخل في عمليه تركيب الاصبغه والبويا اذا بدك، وتدخل حتى في عمليه حفظ الماكولات، يعني اللحم الاحمر المملح بنحط له من هيدي الماده. ما هي المشكله كل شيء بتقول اجى على لبنان فيت على سوريا بيقول لك عليه بسرعه 100%، ولكن من ضمن الاستعمالات لانه هي مواد كيميائيه من ضمن الاستعمالات صالحة تكون جاهزه للانفجار تي ان تي او غيره، انه يصنع منها تي ان تي اذا بحطوا لها ف مش عارف ما نعطيهم الوصفه. المهم أهم شيء تتخذ المبادرة بهذا الموضوع منعا لأي كلمة لو وياريت وما عرفنا. شكرا لك دكتور، شكرا كمان ضيفي أستاذ حمية. خلينا نروح لفاصل كتير صغير وبنرجع بنتابع نحن وياكم مباشرة من بعدها. كيف رح يبرر رئيس الرياضة تهجمه على حزب الله بهيدا التسجيل؟ ما أقدر أعطيك حزب والحركة بده الحرق. برسم القاضي علي إبراهيم صرفين الشنطة رجعوا على الطرقات. على قد ايه عم بتصارفوا ليه؟ 139,000. معركة تكسير روس بين الحريري وباسيل، مناظرة نيابية مباشرة على الهواء.
بنحييكم من جديد، بنتابع هذه الحلقة من توني خليفي، ورح اتوقف عند موضوع كتير بهم الناس واللبنانية. شفنا الأفزة السريعة اللي عم بيعملها الدولار اليوم بوجه الليرة اللبنانية، وصلنا للتسعة آلاف وشي، والبعض عم بيخوف انه ممكن كمان نوصل لأكتر. كل ما يكون عندنا أفزة بالدولار نرجع بنشوف الحركة اللي عم بتصير الغير شرعية بسوق الصرافة، يعني يا من خلال بعض المحلات يا من خلال صرافين متجولين بيصيروا موجودين بالشارع على مرأة من الجميع ومش فرقاني معهم حدا. زميلتنا سارة الخنسة رصدت بكاميرتها كيف عم يعني بطلنا عم بنشوف محلات صرافة، صرنا عم بنشوف صرافين كمان ديليفري ومتجولين بالشارع وعم بيعرضوا علينا كيف بدهم يصرفوا لنا المصاري. نحن هلأ رايحين نعمل فتلة صغيرة على بعض محلات الصيرفية اللي عم بينقال انه في قدامهم اشخاص عم بيوقفوا الناس لحتى يصرفوا لهم على سعر صرف السوق السوداء وحتى اعلى بشوي. عم بيسألوا الناس يلي عم تمروا إذا بدهم يصرفوا. عم بيصرف له المصاري هلا على الطريق، عم بيعد المصاري. أعطى إياهم هلا. صرفوا دولار. على قد ايه عم بيصرفوا؟ 39.50. يعني مثل السوق السوداء. بس كيف فات على العلن؟ لك هلا بيعرفوا شوي العصريات هيك وبفلش. صرفي دولار؟ لا. شو بدك تصرفي؟ قد ايه بتصرفي بالمزاد؟ على قد ايه عم بتصرفي؟ 930. معي لبناني بدي اشتري دولار. بتشتري نبيعك على 400. بنفس الابلكيشن. احسن. كيف مسترجين تضلكم واقفين هون؟ من شو بنخاف؟ في زلزال؟ هو تخريب يعني على العلم. بس كيف هيك عم توقفوا قدام العالم عم بتحطوا تركة مصاري؟ هلا انا مصاري بحمل شرخمين جاك. بس الدولة صار لها شو؟ 4 شهور ما عم يطلع مع لانه تركين الصرافين الرسميين في جزء منهم عم يفتح سوق سوداء، عم يشتغل سوق سوداء مثل نحن يا جماعه. انت لان على العلن هلا انصدمت كيف كلكم واقفين مجمعين بعض؟ مو في دوله يعني مو في دوله. اول فتره من شهر شهر هربنا كيف صرنا نوقف، هلا صرنا نوقف. انا تحصل حصلت تحت بيتي بيجوا بهرب على البيت. هون كلكم عاملين بوسه حسيت؟ نعم. صرفت؟ على قد ايه عم بتصرفوا ليه؟ 138,000. قد ايه معي؟ هم السوق بينزل وبيطلع. طب واذا بدي اشتري دولار قد ايه بتحسب لي؟ 425 بس فيك. كمان عم تغلي على فكره. هالابلكيشن شو فيها؟ هلا اذا بدك تصرفي باخذ مني كارت 5000، مش فرق بينه وبينك، بعطيك 5000 منها مشكله يعني اذا بدك تصرفي. طيب لانه المصاري مش معي هلا بالبيت، انتم لقمتين عم تضلكم. معي شي 500 بالبيت. جيبيهم، وين بيتك بعيد من هون؟ بس مش تابعين لح. انتوا بتوقفوا هون قدامه، يعني انا بكره اذا بدي اجي كمان بلاقيك بنفس المطرح؟ بتلاقي غيري طبعا. اذا بدك بروح معك بجيبهم انا اذا بدك مضطر. هلا عم نقدم لقدام كمان في صرافين. على قد ايه بتعطيني؟ قد ايه المبلغ؟ $500. 500 9 و360. ما بيزبط على 9 و400 اذا 500 دولار؟ 75 يعني 360 ربع 15 ليره. طب واذا بدي اشتري؟ 400. هو على طلوع او على نزول؟ في الله بيعرف، ليك الصبح كان 475 اشترينا ب 400 بعنا ب 400. في حال بكره بدي اجي وتكونوا متواجدين هون؟ ان شاء الله خير، بس تجي بالبيت. طيب شكرا. اذا مش بكره بعد بكره. انتوا تابعين لح اذا بدي اجي بكره عند مش تابعين يعني ما بلاقيكم عند حق او شيء. لا لا.
على ضيوفنا معي أربع سياسيين. بعد شوي بدنا نناقش موضوع الحكومة والمستجدات السياسية بالبلد. سارة، اللي شفناه هلأ ناس هي على الطرقات 100% تابعين لصرافين، مش تابعين لصرافين، عم بيوقفوا وين في محل صرافي. ايه؟ عم بيوقفوا قريب كتير منه، عم بيوقفوا قريب بس مش بإعاز من المحل الصرافي. لا هن عم بيقولوا لا، حتى محلات الصرافي 3/4 عم بيكتبوا اي حدا عم بيوقف برا مش تابعين لنا. بس شو يلي عم بيعملوا؟ انا حتى نهار الاحد مثلا قلت بلكي الصراف مثلا فاتح، بدي روح مثلا بدي اي شيء، مرقت من حدهم الصرافين فاتحين عم بيوقفوا قدام المحلات حتى نهار الاحد لحتى يلقطوا ويكمشوا هالناس يلي بدها تيجي تصرف. عم بيبيعوا بسعر مغير عن سعر اللي عم بيبيعوا الصراف. لا نفس سعر الابلكيشن. بس شو الوقاحه بالموضوع؟ انه انا مارقه بيوقف واحد حامل كتسه مصاري تحت الجسر عم بيعمل هيك للسيارات بالمصاري، فالعالم ما عم تفهم اول شيء كانت شو عم بيصير. لبناني حامل لبناني. ايه؟ لبناني ما عم تفهم العالم شو عم بيصير. في حدا معه دولار؟ صار كل حدا ما هو بيصرف دغري معه لا دولار. يعني في ناس حامله لبناني بس لبناني. في ناس حامله دولار كمان دولار على العالم عم بحطوهم بجيابهم. لان انا بس اذا بدك دولار بيعطوك. سالته قلت له اذا بدي اشتري دولار بتبيع؟ قال لي ايه اكيد ببيعك. فالعالم كلها كانت عم توقف لحتى يشوفوا شو قصه هالمصاري هيدي. وقفت مثل هالعالم سالتهم قالوا لي انه بتحب تصرف. قلت لهم كيف بهالعالم؟ قال وين الدوله؟ لا في دوله. واكثر شيء قالوا لي بتمرق البلديه او حدا من الدوله نحمل حالنا بنهرب او بطلع على بيتي او بعمل بساوي. للاسف فعلى العالم صارت الخبريه. للاسف هذا اللي صار. للاسف كمان يمكن ما بدنا نحمل دائما المواطن كل شيء، كمان بدنا نحمل الدوله انه غياب الدوله او تهاون الدوله بهيدي المواضيع او اللي خلت الدوله الناس يوصلوا انه يعملوا. انا دائما بوجه دعوتي لحضره المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، اللي هو اذا مش انا نديته هو اصلا بيتصل فينا اذا في اي مخالفات، اذا هذا الموضوع يقتضي التدخل، اذا بيأثر على سعر الصرف او بيزيد بلعب سعر دولار والليره ما بعرف. هذا الموضوع عندكم انتم فيكم تاخذوا القرار فيه لضبط الموضوع، لانه يبدو نحن رايحين على فلتين بسعر الصرف. يبدو الدولار عم بيطلع بشكل عم بيتغير بشكل كتير سريع، ودائما لما يكون في تغير للدولار تعوا تطلعوا بتشوفوا في لعبه صرافه بالداء او في مافيا موجوده عم بتدير هذه الأمور. شكرا لك سارة. بس قبل ما تغدرينا بدي انتقل مباشرة عند رئيس جمعية يازا اللي تسرب له فويس. رئيس جمعية يازا عم بيهاجم فيه حزب الله وحركة أمل، وقيل انه هذا الفويس كان هو بعته لأحد الأشخاص وتم تسريبه بهدف أزيته. خلينا نسمع الفويس قبل ما يكون معنا زياد عائل مباشرة ليوضح حقيقة هذا التسجيل، ليش قال هيك وشو اللي خليه يهاجم حزب الله وحركة أمل. عم بقول لك عن الرقفال ما قادر اعمل شيء طويلة عليها. يا خي كلهم صاروا المؤسسات الكبيرة تبعهم مربوطة بالحزب والحركة. عن جهد ايه؟ ما قالوا مصلحة يقولونا وين تعطوا وطلعوا وصلتوا سيف زو حدين يا خي. بس خلاص الحزب والحركة بدوا الحرق اثنيناتهم. زياد مساء الخير. تحياتي لألك استاذ توني ولكل المشاهدين. شكرا لألك زياد عائل. تفضل. عندي بس ملاحظة على البروموسيون يلي حطتها الـ LBC بالنسبة للتعريف. نعم مزبوط أنا رئيس اليازا وبفتخر بنضالة، بس أنا كمان محامي وناشط سياسي معارض للطبقة السياسية بلبنان، وأنا رح جاوبك بكل صراحة على كل التفاصيل اللي صارت بفبركة هيدا الفيديو. بس أنا بدي كنت حاول ميز بين زياد عقل يلي عنده نشاط باليازا وهو بعلم بالجامعة اليسوعية بإدارة سلامة السير ومعه دكتوراه بهيدا المجال وناشط بالسلامة المرورية من 27 سنة، وبين زياد عقل المواطن اللبناني المحامي الناشط السياسي المعارض للطبقة السياسية الفاسدة واللي ترشح بال 2018 ضمن اللوائح كلنا لا. وطني لمعارضة كل أحزاب السلطة طيب. بدون استثناء أحد. أنت الليلي أنت الليلي معنا أي زياد؟ أنا هيدا للأسف هيدول الفيديوهات المركبة في شخص وسجل أحاديث إلى علاقة بصفة كيازة بموضوع المساعدات بدون نعم. علمي طبعا وبدون موافقتي، وكمان سجل أحاديث خاصة بغدوات إلى علاقة برأي السياسي، وبالتالي أنا لح أحكي اليوم بالصفتين لأن أنا اليازة إلى حق
انها تدافع عن نفسها، لان صار في حديث له علاقه بجمعيه اليازا. نعم. وانا وثقتها باحاديث خاصه عم نعطي راي السياسي بالتدخل الايراني والسعودي والفرنسي اللي عملوا هذا البلد مزرعه. هون كنت عم بحكي برأي رأي السياسي كمواطن لبناني، وبتصور الديمقراطية بتجزلة أن يكون أنا ناشط بالمجتمع المدني من خلال جمعية إلى طيب. 27 أنت سنة بتشتغل أنت بس من 2018. نعم زياد فضل. خليني ركز على نقطتين. أنت في مكان بتقول أنا يعني أنا عم بعطي مساعدات إلى 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 للدروز ولا كذا كذا كذا، بترفض تعطي مساعدات للشيعة، ترجع بتقول حزب الله وحركة أمل بدهم حرق. هيدا حسب ما ورد في هيدا التسجيل، هيدا الكلام ليش كنت عم بتقوله؟ شو كان المقصود فيه؟ شو الهدف فيه؟ أول شيء أنا في جزء من هيدا الفيديو بصوتي، وفي جزء تاني بكرة القضاء بيقرر إذا هو بصوتي أو مفبرك، بس أنا لحقول كيف قسمتهم لثلاث أجزاء هالتسعة وثلاثين ثانية. أول شيء فيهم ثلاث أجزاء جايين بثلاث مكالمات قد تكون في فرق بين كل وحدة والتاني شهر. سألني قال لي أنت أعطيته دروز، سمى مين؟ أحد الأصدقاء. مين هيدا اللي سألك؟ مين هيدا؟ شخص هو من الجالية اللبنانية، أحد أشخاص الجالية اللبنانية بكالجري اللي إجا لحاله للبنان وما جاب معه الوفد اللبناني، الوفد اللبناني يلي كان حبين انه يجي يشارك بلبنان. ما بعرف شو الاسباب الحقيقيه. نعم. اللي اجى لحاله للبنان، بتعرف هن لبنانيين ولهم حق يجوا وقت طيب. البريد ولا لبنان. سالك المهم هذا الشخص سالني هل في احد الاصدقاء بالجاليه اللبنانيه بكالجري عم بيقول اعطيته دروز؟ قلت له نعم يا خيي اعطيته دروز. هذا الحديث تقريبا بشهر تشرين الثاني. بس اعطيته دروز شو؟ سؤال، شو اللي انتوا اللي عم تعطوه كيازا؟ شو المساعدات؟ نحن كيازا، خليني اوضح، نحن كيازا عملنا متخصص بالسلامة المرورية، صار عنا تجربتين إغاثة بتاريخ لبنان، وحدة بعد حرب تموز بال 2006. نعم. وزعنا 200 مدرسة رسمية حوالي 2500 مطفأ. لا مهم تعرفها هالشيء. لا لا خلينا لا. بس خلينا بالمختصر، يعني انه مساعدات بقيمة كذا بدون ما نفوت بالتفاصيل، يعني إيه بس لا اعطيته مساعدات ايه بس بال 2006 اعطينا مساعدات ناسبت انه كانت 95% مستفيدين من مساعدات اليازا بالمناطق الحدوديه بعد حرب تد ما اجى على لبنان. كنت عم بقول له انه انفجار مرفق بيروت بطبيعته الجغرافيه المتضررين هن معظمهم عم بيسالني طائفيا، وانا بكره الحديث الطائفي البغيض. كنت عم بقول انه جزء مسيحيين وجزء سنه اساسي وفي الخندق الغميق شيعة رح نعطيهم. هذا كان حديثي. بقوم بيجي بيصير يسال طائفيا اكثر. أنا هيدا الحديث مجتزأ. نعم أنا كيازا ما بدي أعطي المؤسسات الحزبية كلها، مش مؤسسات حزب الله وحركة أمل ولا مؤسسات التيار ولا القوات ولا الكتائب ولا حزب أي حزب من أحزاب المعارضة ولا لا. المستقبل نحن كيازا وزعنا. ليش استعملت عبارة الحزب الله وحركة أمل بدهم حرق؟ هلا هي رح اوصل لك، بس خليني جاوب على اول نقطه. ليش ما بدي اعطي المؤسسات الحزبيه؟ لان انا كيازا قادر وزع مباشره، وهذا اللي صار بكتير حرفيه بكتير شفافيه. بكره القضاء بشوف كل المستندات المقدمينا. وزعنا 30 طن ل 50 جمعيه اهليه غير حزبيه. بالتالي هيدي النقطه انه ما بدي اعطي جمعيات الحزبيه تبع حركه امل وحزب الله هيدي بفتخر فيها، بس هيدي بتجي بسياق انه ما بدي اعطي اي جمعيه حزبيه. بالنهايه أنا مسؤول عن عملية التوزيع في عقد هبة بيحمل اليازا مسؤولية التوزيع. قلت فيها حزب الله وحركة أمل بدهم حرق، أين أتت هذه العبارة وليش قلتها؟ هيدي العبارة أول شغلة بتحفظ أنه تكون بصوتي، بس أنا بدي أقول شغلة. هيدي بتجي يعني صوتك. أنا ماني عم بتذكر مصبوط، بس خليني أوضح. أنا بدي بكرة القضاء بيحدد إذا ملعوب بالصوت أو لا، بس بدي أقول أنا خطاب السياسي واضح. وتترشحت بال 2018 على المقعد ببعبدة ضمن كلنا وطني، استضافتني قناة المنار وقلت لكل الجمهور اللي عم بيحضرنا بحضور نواب الحزب والحركة وقيادات الحزب، دعيت كل الناخبين اللبنانيين أن لا ينتخبوا أحزاب السلطة، وسميتهم أن لا ينتخبوا حزب الله، أن لا ينتخبوا حركة أمل، أن لا ينتخبوا الطيار، أن لا ينتخبوا القوات، أن لا ينتخبوا المستقبل ولا الاشتراكي. هيدا حق الديمقراطي. وتتيجي تقول أني أنا عم بحكي كلام سياسي، لا، أنا عم بقول لكل اللبنانيين كفى انهيار بهيدي الدولة. 100% سمعنا قبل شوي عم يحكونا عن إنجازات يا أستاذ تون، ونحن نضرب بلد بإدارة. ربما ما تقوله الآن عن أنك عم تدعي الناس ما تنتخب أحزاب وكذا، ممكن تلاقي كتير ناس اليوم وأعدادهم كبيرة يوافقونك الرأي، ولكن أنا عم بسألك على جملة محددة.
مجتزأة نسبت لك بتقول فيها حزب الله وحركة أمل بدهم حرق، لماذا قلت هذا الكلام؟ كنت عم كمل من حزب، أنا بتمنى إخواننا بحزب الله وحركة أمل اللي بيختلف معهم بالسياسة بس ببرج البراجن وبالغبيرة وبحارة حريك وبكل قرى الجنوب والنبطية على 25 سنة مش عاملتهم، نحن ما بميز أنا بين لبناني وتاني، أنا بشرفني إن مضيت الإلغاء الطائفية السياسية بمبادرة النقابات بأصل زياد العدل. خليني زياد عندما تدعو، خليني أنا ما عم زيد عليك ولكن عم بسأل، عندما تدعو إلى حرق فئة من الشعب اللبناني، هودي ناس لبنانية، يعني حزب الله وحركة أمل لبنانية، أنت عم تدعي إلى حرقهم، ليش عم تدعي إلى حرقهم؟ ابدا ابدا يا استاذ طوني، خليني اوضح، انا كنت عم اقول بدنا نحرق كل الخيارات، ربما اذا ماني اكيد للتسجيل، انا قلت وخليه يتابع ويأكد ويعرض بكره الفيديو بالقضاء، انا عم اقول نحرق خيار، انا برجع بكرر ما بدنا ينتخبوا، وهيدا خيار ديمقراطي، حزب الله مقاوم على راسنا قبل عيننا وتقاوم اسرائيل، بس وقت حزب الله يدخل بالداخل اللبناني ويتحالف مع التيار الوطني الحر والمستقبل والاشتراكي والقوات، انا برايي هيدي احزاب السلطه بالتكافل وبالتضامن لم تنجز، أدت إلى انهيار الدولة. حضرتك بلبنان ولا برات لبنان أنت هلأ؟ أنا هلأ حاليا بكندا عم بحضر مجموعة مساعدات جديدة للبنانيين بكل المناطق اللبنانية، وهذا شيء بشرفني، بس خليني أوضح لك نقطة، أنا اللي كنت عم بقوله خليك ما يقولوا لا إله إلا الله، أنا تبعت وقلت بدي اللبنانيين ما ينتخبوا أحزاب السلطة كلها، وهذا نداء ضمير الشعب اللبناني، عم يحكينا الوزير من شوي عن إنجازات بالكورونا ونحن راسنا بالأرض بوضع الكورونا، عم بيموت من أهلنا عشرات ومئات الأشخاص كل يوم، نحن عم نشوف مرفق بيروت، إذا بدكم تعرفوا الحقيقة يا لبنانيين ولبنانيات، مين عمل انفجار بيروت؟ وأنا ما عم بحكي بالسياسة، انتخبوا بالانتخابات المقبلة غير هذه الأحزاب، وهذا شيء مش موجه ضد الطائفة الشيعية، أنا حقي بالسياسة كمواطن هيدا ما له علاقة بنشاط اليازة أبدا، ألا ننهار اللي تسرب هيدا الفيديو من قبل الإعلاميين يلي بكرة معروفين منني وبتمنى القضاء يدعيهم منني، قولهم قول لحظة قول أسماءهم، قول أسماءهم إذا عارف مين اللي سرب لك هذا التسجيل قول اسمهم، الله يسامحه ما بعرف إذا عن قصد أو عن قصد، الإعلامي علي مرتضى نشر هذا الفيديو وساهم بنشره، ما بعرف إذا هو عن قصد أو عن غير قصد ساهم بنشر علي هذه لحظة الحمد. علي مرتضى معروف بانتمائه السياسي العلني ويجاهر، يعني إذا وصل له هذا الفيديو أكيد رح ينشره وما رح يتحفظ عليه، هو إذا مؤمن لازم يعرف إنه في شيء بالحياة اسمه لا إله، هو شو عرفه إذا وصل له هذا الفيديو وهيك شو عرفه؟ لازم يسأل إذا في فيديو مفبرك، لازم يسأل، أنا وتكون بالزيت النهار كان عندي مقابلة مع المنار، أنا بدي كل اللبنانيين نتشارك، أنا بدعي كل الأحزاب الموجودة بالسلطة وهيدي خيار أنا بحترمه، أنا عم بدعيهم ما ينتخبوا، بس أنا مش عم بفرض على حدا شيء، طيب. أنا مواطن لبناني معارض، بدي أقول لأحزاب السلطة كلها غيروا خياراتكم، لا السعودية ولا تركيا ولا فرنسا ولا إيران بدها تبني دولة بلبنان، بدو يبني دولة بلبنان هن اللبنانيين، أنا لومي كتير كبير على حزب الله وحركة أمل مثل ما لومي كتير كبير هل على هل تعتذر هل تعتذر من جمهور هل تعتذر من جمهور حزب الله وحركة أمل على عبارة بدكن حرق؟ هي جزء من كل، أنا ما قلت بدهم حرق، أنا هيدي البارت القضاء بأكدها، أنا لح أدعي بكرة بالقضاء كل التسجيلات تنعرض، وبكرة المخبرة يلي بدو يشوفوا هيدي التسجيلات بيشوفوا إذا حكيت هيدا الكلام أو لا، وفرضا حكيته عليهم يشوفوا بأي سياق، وعليهم يشوفوا أن أنا كنت عم أقول كل الأحزاب، أنا عم أقول اللي حرق لبنان ودمره اللي خلي العملة الوطنية تنهار بهيدا الشكل لازم نحاسبه بالانتخابات الديمقراطية. زياد عقل وصلت الفكرة، شكرا لك رئيس جمعية ليازا كان معنا مباشرة على الهواء لا يشرح هذا الموضوع، إذا كان هناك أحد عنده حق رد على ما ورد على لسان زياد يستطيع نقدر نعطيه حق رد إذا كان في هناك من حق رد بالحلقة المقبلة. فاصل صغير، بعد الفاصل سنكون بحوار سياسي حول من يعرقل الحكومة فعلا، وهل هي حرب تكسير روس بالمعنى المجازي بين سعد الحريري وجبران باسيل، رح نسمع مقاطع واتهامات متبادلة، ورح يكون معنا 4 نواب يمثلون 4 تيارات وأحزاب لبنانية، الاشتراكي، المستقبل، الوطني الحر والقوات اللبنانية. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. على الهواء.
أهلا بكم من جديد، نحييكم ونتابع هذه الحلقة من برنامج توني خليفي، ونصل إلى الفقرة السياسية مع ضيوفي القاضي جورج عايس نائب في تكتل الجمهورية القوية، مساء الخير. الدكتور بلال عبد الله نائب عن اللقاء الديمقراطي، مساء الخير. المحامي جورج عطله نائب عن تكتل لبنان القوي، مساء الخير. الدكتور مصطفى علوش نائب سابق عن تيار المستقبل، مساء الخير. لما كنا عم نجرب نتواصل مع نواب تيار الوطني الحر، لما يسألونا مين معنا بالحلقة نعد لهم، اللي أنا وحدي رايح ضد ثلاثة، يعني كانوا يعتبروا دائما إنه هني بوجه ثلاثة. كمان عندك نفس الشعور؟ لا، في ناس اعتذروا على الموضوع على فكرة. أنا أول شيء ما قلت هيك. أنت لا. ايه لا في ناس عمود. اعتذروا. لا خليني. اعتذروا إنه أنا أخديني بوجه ثلاثة، إنه راح يكون في ثلاثة عم بيعملوا هجوم علي. لا أنا مبسوط. أنا مبسوط إني جمع لثلاثتهم. فدائي. بالعكس نحن مع الأساتذة وخاصة الأستاذ جورج والدكتور بلال بالمجلس، يعني حاليا كثير بنتعاون على كثير ملفات، ونحن بذات اللجنة على كل حال بالإدارة والعدل. أول شيء بيسعدني أنكم تكونوا موجودين معنا لليلة. بدي بلش سؤالي من عندك أستاذ عطلة، من يعرقل تشكيل الحكومة؟ هو خلينا نحكيهم بالتعابير الشعبية البلدية، تشبث جبران باسيل انه ما بده يعمل حكومه الا ما يكون عنده ثلث الضامن، او ما بده يكون عنده او ثلث المعطل، او ما بده الرئيس سعد الحريري هو يشكل او يسمي الوزراء المسيحيين، او هل هناك من راي اخر لحضرتكم؟ يعني خليني اقول بهذا الموضوع، واضح انه في على الصعيد الداخلي جمله مشاكل عم تعيق تقدم عمليه تشكيل الحكومه، ولكن اذا بدنا نكون واقعيين ومنطقيين هذا الموضوع تنحكي بكل صراحه له ابعاد خارج لبنان. واضح اليوم انه ما يسمى بالضوء الاخضر لتشكيل هذه الحكومه حتى الان غير ميسر. خلينا نسميها من يعطي هذا الضوء الاخضر لتشكيل الحكومه؟ واضح اليوم انه في جمله تقاطعات مرتبطه بعمليه اعاده هيك تنظيم المنطقه كلها سوا على المستوى السياسي، ويخطئ من يظن بانه لبنان هو تفصيل ما له وجود، او بالاحرى او بذات الوقت تفصيل هو متقدم على غيره، وبالتالي اليوم الامريكيين والايرانيين قاعدين عم بيفكروا بهذا الموضوع. اليوم واضح اليوم انه ما هو مطلوب من الايرانيين يتجاوز الاتفاق مع الامريكيين على الاتفاق النووي. هناك موضوع يرتبط بما تستطيع ايران ان تقدمه للامريكيين في مواجهة التمدد الصيني، الملف من هونيك مبلش. طيب. وبالتالي ايضا هناك اصرار على الاقل حسب معطياتنا، هناك اصرار على حصول دولة الرئيس المكلف سعد الحريري على ضوء اخضر سعودي للمباشرة او للانطلاق بعملية تشكيل الحكومة او لاستطاعته تشكيل هذه الحكومة. نعم. اليوم حتى هذه اللحظة ايضا السعوديين هني مش بس يمكن مش ملتفتين على الملف اللبناني، اليوم السعوديين عندهم إرباكات كبيرة متأتية عن إعادة تموضعهم بالعلاقة المستجدة مع الإدارة الجديدة بأمريكا. ما فيك تفصل، تنحكي بكل صراحة، وهذا شيء مؤسف الحقيقة، هذا شيء مؤسف إنه الداخل اللبناني لهالدرجة متصدع ولهالدرجة مش قادر، يعني بيظل هيدي الأزمة الكبيرة اللي احنا عم نعاني منها مش قادر يتجاوز هيدي المعطيات، لأنه عنا اعتبارات كبيرة وكتير مش قادرين نحن نطلع من هيدا الجو لحتى نلتفت فقط لحل الأمور الداخلية. على المستوى الداخلي، على المستوى الداخلي أيضا هناك واضح أنه يعني ما هو متهم به التيار الوطني الحر، أو هلأ يعني حسب عنوان هذه الحلقة أنه في معركة ولو كانت مجازية بتكسير رؤوس بين دولة الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل، يعني أول شيء حتى ولو كان في خليني أقول تباين كبير أو اختلاف كبير أو يعني فرقة هالقد بالسياسة، الموضوع منه مرتبط يعني بعملية تكسير روس، كل حدا عنده موقفه وعنده وجهة نظره لا تشكيل الحكومة وكيفية تشكيلها بالاستناد للعملية الميثاقية اللي نحن بنشوفها والعملية الدستورية اللي بالنسبة لنا في تعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية أو في محاولة تقليص لهيدي الصلاحيات وهيدي القدرة، بالتالي نحن بهذا الموضوع في عنا هيدي الإشكالات. الضوء الأخضر السعودي الذي ينتظره الرئيس سعد الحريري مثل ما عم بتقول، في رأي آخر عند يمكن دكتور مصطفى علوش أنه هناك ضوء أخضر إيراني ينتظره التيار الوطني الحر من خلال حليفه حزب الله في لبنان للموافقة على تشكيل هذه الحكومة. بين الضوء الأخضر السعودي والضوء الأخضر الإيراني توني، فينا نتخطى كل هالمسألة هذه بحكومة مهمة
وحكومة مستقلة، فينا نتخطى كل القضايا هذه. يعني عمليا إذا أنا ناطر ضوء أخضر سعودي لحد هلأ، طبعا أنا إذا كنت محل السعوديين ما بحب أتعامل مع حكومة فيها شتمين. يعني شو الشتمين؟ بيروح لنقول إذا منلاحظ من تابع مسار حزب الله على المدى السنوات الماضية، بتلاقي هدفه دائما أنه يتوجه على السعودية بالشتائم وبالكلام النابي وفائق لخارج المنطقة، وأيضا بالأمن كمان خلينا نطلع، لكن على الأقل هون. فلهيك السعوديين ناطرين ليشوفوا شكل الحكومة، مش عم يقولوا ما في حكومة، ناطرين ليشوفوا شكل الحكومة لحتى يشوفوا مدى التعاون مع الحكومة اللبنانية بالمستقبل. وخليني أقول نشاط السفير السعودي بهالكام يوم على الأقل وعودته هو دليل أنه حبيبي أنا ما بدي أترك الساحة. ربما في مرحلة من مراحل استقالوا من لبنان، وأنا بأكد لك هالشي نعرفه نحن بالذات، لكن هلأ في نشاط من جديد أنه أرجونا شيء حقيقة نقدر نتعاون نحن وياه. رجعت لما سمعت خطاب حسن نصر الله الأسبوع الماضي تأكدت أنه هذا الوضع لا مش صحيح، لأنه لما أنا اثنين مختلفين إلى بالكامل بروح بقول بحط إجر هون وإجر هون، معناتها ما بدي أوفق بيناتهم، معناتها أنه خليكم مختلفين. أنا هلأ بهالوقت أنتظر شو بده يصير، شو بده الضوء الأخضر الإيراني بالذات. طبعا يمكن يقولوا لبنان ما كتير أنه هالملف المهم بالنسبة للأمريكيين، ولكن بالتأكيد هذا ملف مهم للأوروبيين، والأوروبيين أيضا هلأ مع إدارة بايدن مهمين لأمريكا. فكل هالأمور هايدي نعم بتخليني اقتنع أنه حزب الله تارك سواد الوش للتيار الوطني الحر وسواد الوش لسعد الحريري، أنه أنتوا اثنيناتكم سوا مختلفين، لكن حقيقة ضوء الأخضر منعطى من هون. طيب السؤال اللي عم ينطرح اليوم وبشدة، هل فعلا السعودية عاطي ضوء أخضر لسعد الحريري أنه يكون رئيس حكومي بلبنان؟ لأنه يقال أنه الضوء الأخضر السعودي لم يعطى بعد لسعد الحريري. خليني أكد على أنه سعد الحريري بأكثر من مناسبة كان رئيس حكومي بغض النظر عن الضوء الأخضر اللي بتخلف أو بتسبب السعودية أنها ما تكون متفقة مع لبنان. هي شكل الحكومة، ما هي الحكومة اللي بدأت تعمل معها، ولما انتظر الحكومة حكومة مستقلين ما فيها حزب الله بالذات فساعتها بالتأكيد السعودية بدأت تعمل معها. برأيك ممكن يركب حكومة بلبنان ما فيها حزب الله؟ نعم فيه يركب، لأنه ركب فيه حكومات ما فيها القوات اللبنانية وما فيها تيار المستقبل وما فيها الحزب التقدم الاشتراكي. ليش حتى ما تركب حكومة ما فيها حزب الله؟ ما فيها التيار الوطني الحر كمان، ما فيها التيار الوطني الحر. خلينا نسأل نفس السؤال للقاضي جورج عقايس. اليوم أنتم كقوات لبنانية وين بين الصراع القائم بين الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟ الحقيقة أستاذ توني، اليوم بلبنان في صراعين يجريان على الساحة. الصراع الأول هو الصراع على تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهناك صراع آخر على السيادة الوطنية وعلى الكيان اللبناني، وتواجه فيه بكركي ومن خلفه أحزاب وشخصيات عديدة من ضمن القوات اللبنانية، تواجه فيه مشروع حزب الله ومن خلفه أيضا حلفائه الطوعيين أو القصريين ومن ضمنهم العهد والتيار الوطني الحر. بالحقيقة يعني الصراع الأول لا يعنينا كثيرا ولا نعيره كبير اهتمام، وقلنا بصدده ما يجب قوله، أنه نحن يعني أولا مع الامتثال للأحكام الدستورية اللي بتقول أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف هن المعنيين بتشكيل الحكومة، وهن عليهم أن يجدوا التشكيلة المثلى والفضلى لإدارة الوضع السياسي اللي بيكون قائم عن تشكيل أنتوا تشكيلتكم المثلى أقرب إلى وجهة نظر المستقبل أو إلى وجهة نظر التيار؟ مش فقط التشكيلة المثلى بالنسبة للقوات منذ 2 أيلول 2019 وقت اللي كنا أول ناس طرحنا حكومة مستقلين واختصاصيين، أصبحت هذه الفكرة هي فكرة جامعة، لأنه كل الفرقاء اللبنانيين اللي اجتمعوا بقصر الصنوبر تحت مظلة المبادرة الفرنسية اتفقوا على حكومة مهمة مؤلفة من اختصاصيين ومستقلين. فإذا هذا لم يعد إذا بدك لا ما هو في العدد كمان توجه قواتي بحت، أصبح ما في العدد كمان. هلا إذا حدا بده ينقلب العدد أو على الأثلاث أو على الحقائب أو على
من يسمي من؟ وإذا أنا هيدا سؤالي، أنتم ميالين إلى أي عدد؟ نحن مع حكومة 18 اللي اتفق عليها، ولكن مسألة العدد برجع بقول لك ثانوية. مسألة تشكيل الحكومة بدي ردك للي بلشت بالحديث فيه، ثانوية أمام الصراع الآخر اللي نحن كتير بيعنينا وكتير منخرطين فيه، هو الصراع حول السيادة اللبنانية وحول وجود لبنان، لأنه منعتبر أنه هذا الممر الإلزامي لحتى نحكي بحكومة ولحتى نحكي بتشكيل سلطة وحتى نحكي بكل الأمور. فإذن اليوم تشكيل الحكومة هو تفصيل أمام شيء أكبر، هو المحافظة على الكيان مثل ما عم تدعي له بكركي، إن من خلال عبد الله. دكتور بلال، أنتوا البعض كان بيعتبركم البوصلة، يعني دايما بينطروا وين بدكم تقعدوا تيعرفوا أنه الاتجاه. اعتبرنا نحن مزبوط بوصلة. البوصلة مش بالمعنى الإيجابي بس، يعني البوصلة بالمعنى أنه الريح كيف بدها تروح، وين ما أنتوا بتروحوا بيعرفوا الريح كيف بدها تروح. أنتوا اليوم وين، بأي اتجاه؟ أول شيء بداية خليني بس لكون مرتاح بالقعدة معك. كنت قاسي معنا شوي استاذ طوني ببداية الحلقة، هجومك كان عنيف على النواب، يعني إذا بدك شلحتنا كل حقوقنا المدنية. مضطر أقول لك هذا بحبة بمحبة وبنقبلها بمحبة، بس هيدا واقع للأسف. ونحن بنحترم كثير الصحافة، بنحترم بس هيدا واقع للأسف، هيدا واقع للأسف، بنحترم الإعلام الحر. بس أنا بتمنى يعني كمان الموضوع الشخصي المعنوي اللي قالنا كنواب ما بيسوى يتعمم. يعني أنا بعرف على الأقل الموجودين، وبعرف كثير من الشباب مش من الصفات اللي سمعناهن ومن صحافي عريق مثلك. يعني انا قلت 70% 80%، انا ما عمرت تفكر 20%، حطوا حالكم بضمن هال 20 على الاقل. على الاقل لا انا ما بدي ميز حالي، انا عم بحكي عن لا انا انا عارف. انا ما انا ما يعني ما قلت كل، انا قلت 70% و80%، وهيدا واقع انا متمسك فيه. بحترم رايي اكيد، ما حدا دافع على الخطا اللي صار. بس كمان مش هيدا الخطا بس على فكره، يعني لا انا عم بحكي على خطا، على الخطأ الكامل، يعني ما بدي أروح على غير موضوع، على الأداء النيابي الكامل اللي موجود اليوم بالبلد، واللي أوصل البلد إلى ما وصل إلى ما وصل إلى. هذا موضوع آخر، كل واحد عنده رأيه الشخصي فيه. خلينا نضل بموضوعنا اللي هو اليوم. باختصار، نحن نقف وراء الرئيس المكلف سعد الحريري بالخيارات اللي حطها لتشكيل حكومة. إن كان بالعدد، إن كان بموضوع السلسل المعطل، إن كان بحكومة الاختصاصيين. هي الموقف علني من أول يوم. ويمكن بلحظه من اللحظات كنا شفنا قد ما في عرائيل، قلنا له الرئيس الحريري اذا ما بدهم زدت هالمهمه على الاكثريه الموجوده. وشفنا الرئيس الحريري متمسك، طول ما هو متمسك بخياره نحن ورا. نحن بهذا الموضوع بنعتبر انه يجب الفصل بالحد الادنى. اذا بدنا نضل مرتبطين كليا بوضع المنطقه والصراعات الاقليميه والدوليه السيستوني ما حنخلص. بالوقت نحن وضع الاقتصاد الاجتماعي لا ينتظر، نحن ملزمين. وهيدي بتصور كيف مبادرة ماكرون تفصل بالحد الأدنى بين حاجاتك الداخلية بعد انفجار المرفأ، وبين التسويات الإقليمية الدولية المنتظرة. وخلينا بس نكون صريحين، ما حدا يعتبر إذا صار في تسوية إقليمية أو دولية من يعرقل اليوم إنه حتكون والله لصالح لبنان. ما هي مشكلتك مرات بالصراع بتكون أنت الضحية وبالتسوية بتكون الضحية. نحن من يعرقل اليوم برأيك أنت؟ من يعرقل تشكيل الحكومة؟ خليني بس أوضح أكثر. نحن ملزمين ككل قوة سياسية جميعا أن أنه نحاول الحد الأدنى، نوجد على الأقل عيب علينا ما نقول أنه عندنا حد أدنى من قرار وطني مستقل. ما فينا، هيدا مرتبط بالسيادة. ما فينا ندل نقول شو بدها إيران وشو بدها السعودية وشو بدها تركيا وشو بدها أمريكا وشو بدها هي الدولة وهي الدولة. بالحد الأدنى بالواقع اللي عايشينه احنا هلا، بالأزمة الخانقة اللي عايشينها، إذا دل رابطين كليا وضع لبنان بخيارات المنطقة الإقليمية والدولية، هذا الشعب السوري صار له من 2013 كثير منيح وطويلة بعد معه. حضرتك عم بتقول نحن وراء، بس بالإذن دكتور، حضرتك عم بتقول نحن وراء الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة. صحيح. أوكي، وإذا سعد الحريري ينتظر ما يريده الخارج، يعني أنت حكما صرت منتظر ما يريده الخارج، يعني صرت عم بتناقض حالك. أنت عم بتقول أنه نحن لازم كوطنيين نشكل، ونحن كلنا بنعرف انه مثل ما متفقين انه الخارج هو من يساهم في التشكيل. سعد الحريري ينتصر الخارج، اي خارج. اذا متهم السعوديه عم تعرقل، يا خي السعوديه هلا مش لاعب اساسي بالبلد. عندك اللاعبين الاساسيين ايران والامريكان. نعم.
اوكي؟ اذا بنقول السعوديه بتقول يعني كنت ضمن الفلك الامريكي بالسياسي مش هيك؟ نعم. ولكن المعرقل الاساسي للتسويه اللبنانيه الداخليه في جزء من الخارج صحيح ولكن في جزء داخلي. اذا نحن ما استوعبنا حجم الازمه الناس اللي عندنا الجوع العوز الهجره الافلاس الفقر ونضل منتظرين التسويه الاقليميه الدوليه لا والله وحياتك طيب. حيروح البلد حيروح الكيان يمكن هون عم يحكي استاذ جورج هذه صرخه البطرك كانت هي صرخه البطرك انه بالوقت الحاضر بخل حيد قد ما فينا البلد الحياد الايجابي الحياد الناشط سميه عن ازمه المنطقه لا نقدر نعالج مشاكلنا بالحد الادنى مشاركين كحزب اشتراكي بالطلعه بكركي نهار السبت نحن كنا امبارح ايه بس مشاركين جماهيريا وشعبيا لا ما عندنا تبعتوا جمهوركم يشارك نحن جمهورنا بتصور عبر عنه امبارح غازي العريضه بكلامه الرسمي بال لا بس انا عم بحكي على الارض كحشود شعبيه لا ما في ضروره دكتور علوش لا نحن حتى مناسبة 14 شباط ما عملناها بسبب نعم. الوضع القائم لكن كمان تيار المستقبل في وفد نيابي رح يطلع عند خطه البلد شعبيا القوات اللبنانيه رح تشاركوا على الارض تركين الحريه تركين الحريه تيار وطني حر نحن كمان تركين الحريه تركين الحريه مش معارضين لا اكيد لا يعني مثل الاجواء اللي عم تطلع اليوم حتى اليوم يعني لقائنا مع غبطه البطرك كان ايجابي كثير وتوضحت الامور بشكل يعني كثير يعني حسينا اليوم عم بتحلوا يعني عم بتجربوا تستبدلوا الحشود الشعبيه او تخففوا من وطئه الحدود الشعبيه الوفود الشعبيه بلقاءات نيابيه لا هذه ما بت... يعني هذه ما بتستع يعني يصعد عنا بالثانيه الحشود الشعبيه بغير موجهه متروكه لحريه الناس اذا هن بيعتبروا هلا انا وياكم بدي اشوف فيديو وين بعدين في مسؤوليه صحيح في مسؤوليه بهيدا الموضوع صح اذا سمحت لي بعدين الاحزاب سمحت لي تفضل استاذ خليفه لانه حضرتك سالت سؤال تقريبا على الاربعه من المعرقل واظن انه دكتور علوش بجزء من اجابته اشار الى يعني داخليا على الاقل انا ما بدي احكي بالعوامل الخارجيه داخليا واضح انه من يستفيد على الاقل من عرقل التشكيل الحكومي هو حزب الله اللي وين خلاف بين الكل وكثير مرتاح على هذا الموضوع لانه كل ما زاد الانهيار في هذه الدوله كل ما هو ارتاح لانه هو اساسا فاكك ارتباطه عن هذه الدوله لا يحتاج منها شيء وعلى امل اولا انه تقوى الورقه اللبنانيه كورقه تفاوض بيد الايراني ثانيا كل ما صار في انهيار اضافي بهذا البلد رح يجي هو من موقع القوه انه والله انا موجود انا بقدر ساعد بايجاد الحلول بعد الانهيار الشامل اللي نحن لليوم بعد ما وصلنا على الانهيار الشامل الانهيار الشامل وقت ما يعود حدا يسترجي يطلع من بيته لما يتشلح وقت العالم ما معها تاكل ما معها تجيب حليب لاولادها هيدا الانهيار الشامل هيدا بيجعله أكثر من موقع قوة طيب. وفي أكيد بجزء آخر اسمح لي أختم هون أنه واضح وحتى يعني ما في نفي لهذا الموضوع ببعض الأوساط أنه بدنا نحاول نهاية العهد هودي العاملين عزيزي داخليا أوكي ما وافقك هني... عليها طبعا هني أكيد. ما في مشكلة وخاصة بسلاسي وبهي الظروف شو هالسلاسي وانت مخصم كل الناس انه كيف إيه بدك تركب سلاسي وعندك خصومة مع كل الاطراف سلاسي انتم داخليا انه بدنا تتامن هذه الخلافه ونحصن مواقعنا الوزاريه الى اقصى حد لانه طيب. وقت اللي ينتهي العهد انا بدي اشوف انا وياكم كذا فيديو مع حزب الله من هو بدي اشوف انا وياكم كذا فيديو لمواقف ل شخصيات سياسيه حول تشكيل الحكومه راح ابدا بفيديو ل رئيس سعد الحريري بدنا نناقش كل فيديو بفيديو هني مقتطفات صغيرة خلينا نشوف أول فيديو أنا طلعت شفت فخامة الرئيس 16 مرة من وقت ما تكلفت وبالمرة الثانية أعطاني فخامة الرئيس لايحة بالألوان لكن الأسماء لكل الأسماء يلي بيلاقيها مناسبة برأيه للتوزير بهالتشكيلة ما في تلت معطل يعني سبع وزراء لأي طرف من الأطراف وخليني أكون واضح عن هيدي النقطة ما في تراجع لأنه التلت معطل بيعني بأفضل الأحوال أنه كل قرار مهم بدها تاخذه الحكومة وقدامها قرارات مهمة كثيرة لازم نرجع لصاحب التلت ونفاوضه ونقايضه غير هيك
لشو بده الطلط المعطل؟ لشو؟ من شو خايف؟ انه مرفوضة؟ لانه هون احلى شيء، لانه سعد الحريري هو يلي اختار الاسماء حتى لو من لائحة الرئيس والمقربين منه، انه هيدا اعتداء على حقوق المسيحيين وعلى صلاحيات الرئاسة. انتو وين كنتوا؟ انتوا من حقوق المسيحيين لما بقيت الرئاسة شاغرة حوالي 3 سنين، مش لسعد الحريري يلي عمل كل شيء ليوضع حد للفراغ بالمنصب المسيحي الأول بالدولة وصولا لانتخاب الرئيس عون بينقال هالحكي. أستاذ جورج عطلة، نعم سمعته. يعني خليني أقول أنا بهذا الموضوع فيما يتعلق بالحرص على الموقع المسيحي الأول، وين كنا وقتها بقيت شاغرة الرئاسة 3 سنين، هذا واضح أنه بوقتها كانت هذه المعركة هي لاستبعاد العماد ميشيل عون عن الرئاسة، والفريق اللي مؤيد العماد ميشيل عون مارس حق ديمقراطي بعدم إنجاح النصاب بالمجلس النيابي، هذا اللي صار وهذا حق قدر مارسه بحسب القانون. شو بدكم بالثلث المعطل؟ لا لا خل لا خل لحظة لحظة اثنين، معلش بده يسمح لنا دولة الرئيس، هو ما وصل يرشح العماد عون لرئاسة الجمهورية أو تأييد ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية إلا ما بعد استنفذ كل الاحتمالات والأسماء ولا واحد مشي، بعدين وصل للآخر وبخطاب ترشيح العماد عون بالخطاب ذاته بلسانه حرفيا بيقول هيدا الشيء، أنه أنا وصلت لهون لأنه استنفدت كل الحلول وما قدرنا نوصل للنتيجة حرفيا، والفيديو موجود باليوم اللي رشح فيه العماد ميشيل عون أو وافق على تأييده. هذا واحد. اثنين، أنا بدك تقبل مني وبده يقبل مني كل الناس فيما يتعلق بهيدا الموضوع أو بأي موضوع آخر بيطرحه وفي إشكالية يطرح كلمة فخامة الرئيس وكلمة أي حدا آخر، أنا ما في عندي احتمال ولا واحد على المليار اني شكك بهذا الموضوع. فخامة الرئيس ببيانين صادرين عنه بيقول ولا مرة انا طالب الثلث المعطل، وانا ببصم على هذا الموضوع وهذا الموضوع. دكتور علوش، طبعا كل يعني المي بتكذب الغطاس بالتأكيد، لانه اللي بيقوله فخامة الرئيس شيء بالتأكيد، واللي بيقوله رئيس تيار الوطني الحر شيء تاني. الخطاب الاخير تبع استاذ جبران باسيل كان واضح المعالم، وقال انه بحق لنا الثلث المعطل، وهذا الكلام كان واضح وما عم نحكي عن شيء بالتمنيات ولا بالخفاء. الشيء الثاني، سعد الحريري حرصه على مقام رئاسه الجمهوريه اللي بيكون لو كان مين ما كان موجود فيه من اي طائفه من الطوائف، هو لانه موقع دستوري ما بتمشي البلد بدونه، وبقاؤه شاغر 3 سنوات هو احد اسباب الانهيار اللي احنا وصلنا له. شغور المناصب الرئاسية وتعطيل مجلس النواب من أجل انتخاب حدا وإلى ما هنالك، هيدي ب40% من الوقت من 2005 لحد هلأ كان عندنا شغور بالمواقع اللي هي بتدير البلد، فأحد أسباب الانهيار. لهيك روحته نعم استنفذ كل الأمور لحتى وصل للنتيجة هذه، وأنا برأيي غلط بأنه عمل هالتسوية، غلط بانه بالنتيجه هذا اللي صار، غلط بانه جاب يعني بالنتيجه. شو يعني سنه 2016 ما كان في خيار اخر، بس مع التجربه مع العهد وولي العهد، بس انتوا حملتوها للقوات اللبنانيه لحلك يعني، طبعا حملتوها للدكتور سمير جعجع انه هو اللي ورطكم بهذا الموضوع. انا عشت هيدي بتفاصيلها لانه كنت بعض الاحيان مرسال إيه؟ بهالخصوص هيدي بمرحلة المراحل نعم اقتنعت انه ما في خيار اخر، وخاصة الدكتور سمير جعجع حملني كذا رسالة وقتها، ورحت لعند الرئيس الحريري وكمان بنفس الجو، لكن بعدين تبين حقيقة اي نوع من الرسائل حملك انه ما في خيار اخر، لازم ننتخب الرئيس ميشيل عون، وانه اتفاق مع راب هو الضامن للرئيس ميشيل عون، هيدي الكلمة ما بنساها ابدا. وانا كنت مقتنع وصلت لهالقناعة انه طيب يا حبيبي هيدا مكون موجود بقلب هالبلد، بدنا نروح ونتفاهم نحن وياه، لكن بالنتيجة هلا لنشوف شو اللي صار من سنة 2019 لهلا، اكيد بالنتيجة غلط. هلا يمكن بالقرار
ما كان غلطان بهذاك الوقت، لكن بالنتيجه تبين. نائب جورج عايز، انا بس اذا تسمح لي بس اذا قبل تفضل تعقيبا على موضوع مطالبه الوزير باسيل او هيك فهمت بالتلت، هذا موضوع اجى بسياق عرض، وانه اليوم ما يعاب او يحاولوا اتهام رئيس الجمهوريه، رح نشوفه هلا بفيديو اتهام رئيس الجمهوريه فيه، هو قائم على انه كل المكونات الباقيه بقلب الحكومه عند مفعول ما يسمى بالتلت الضامن. على المستوى الشيعي، اذا الثنائي الشيعي اللي مسميين الوزراء الشيعة، اذا في شغله ما عجبتهم وسحبوا وزراءهم تتعطل الحكومه بتفقد مسائيتها. على الصعيد السني عندك اياها مضاعفه، لانه بانسحاب الوزراء السنة عندك هيدا الشيء، وباستقاله رئيس الحكومه السني ايضا هيدا الشيء بيصير. وعندك على مستوى حصر التمثيل الدرزي بالنائب وليد جنبلاط او بالتسميه اللي جايه من عنده، ايضا هذا موضوع يكرس مسائيه الحكومه او عدم مسائيتها. فاجا حديث الوزير باسيل هو ضمن هيدا الاطار، بده ينفهم كمان معلش. هل ورطتوا رئيس سعد الحريري باختيار؟ لا، لانه بدنا نشوف كثير فيديوهات وما عندنا كثير وقت. معلش بدك تعطيني كم دقيقه استاذ، لانه انحكى موضوعين كثير مهمين. هلا انا مع ادراكي التام انه اللي عم نحكيه كلنا هون لا يحاكي اوجاع الناس الحاليه، وبعيد جدا عن همومها اليوم الصحيه والمعيشيه والامنيه حتى. بس لا مش مزبوط، لانه الناس بدها حكومه اليوم تتحل مشاكلها. لا عم نحكي بالشقوق التاريخيه اللي هلا انفتحت. لا خليني اقول اولا بالنسبه للشق الدستوري، اولا النصوص الدستوريه يحكمها مبدئين استيستوني، اولا انه ما فيك تجتهد بمعرض النص الدستوري الواضح، وثانيا انه النصوص الدستوريه وجدت لكي تطبق بحسن نيه من قبل المراجع اللي بدها تطبقها. ليه عم بقول هالشيء؟ عم بقول هالشيء لانه اليوم الحديث عن الثلث الضامن مستغرب لثلاث اسباب على الاقل. السبب الاول انه ما في شيء بالدستور بيحكي عن الثلث الضامن، معناتها ما فيك تنسج وتكرس اعراف منا موجوده بالدستور، واحد. اثنين، هذا انتقاص من حقوق المسيحيين وليس ضمان لحقوق المسيحيين. ليش؟ لانه رئيس الجمهوريه يملك حق اعطاء الراي بكل الوزراء، كل التشكيل الحقيقي، معناتها هو يجب ان يكون شريك في اختيار كل الوزراء. ليش انت بدك تحصر لحالك بمجموعه منهم؟ روح نقي الكل وشارك بتسميه الكل. وثالث شيء بالشق العملي، المطالبه بالثلث اليوم عم تجي من جهه سياسيه عابت على الرئيس السابق سليمان، مطالبته بهذا الثلث وقت اللي كان هو الجنرال عون بالمعارضه. الشق الاخر اتفاق مع رابو، لنخلص بقى من هالسيره. اولا يعني خذ راحتك، قيل كثيرا يا استاذ توني وانت اكيد بتعرف، وما حدا الا مهدت القوات انه عم تمنع على الجنرال عون الوصول الى حقه المشروع بالرئاسه، وانه هو اكبر كتله مسيحيه وهو زعيم وطني وهو الرئيس القوي الى اخره. طيب تحالفنا معه على اساس اتفاقيه مؤلفه من كذا بند تم الاخلال فيها. وقت اللي تحالفنا قامت لقيامه انه انتم عملتوا اتفاق انتم والتيار الوطني الحر، اتفاق يلغي المسيحيين الاخرين. طيب روح يا اخي الاتفاق، نحن قايلين كل التعيينات تجري على اساس الكفاءه والجداره، رحنا اقرنا القول المكتوب بالفعل، رحنا قدمنا قانون لإقرار آلية التعيينات بالفئة الأولى على أساس الكفاءة والجدارة، طعنوا فيه الشباب وأبطل، طعن فيه فخامة الرئيس، مش الكتلة، طعن فيه فخامة الرئيس وأبطل من قبل المجلس الدستوري. نحن في هذه الاتفاقية ضميرنا مرتاح يا أستاذ. عم بقول لك غير دستوري، غير دستوري ومجلس دستوري أبطلوا. هذه كيف الخلاصة؟ يعني الخلاصة ضميرنا مرتاح في هذه الاتفاقية، حاولنا ولكن محاولتنا باهت بالفشل. بدنا نعجل شوي. دون الدخول بسقوط الثنائيات والثلاثيات والاتفاقيات والاخرى، ما جرى باختصار اول انقلاب على الطائف كان بالدوحه، واليوم حتى الدوحه عم ننقلب عليه، خلق اعراف واحكام جديده كلها مخالفه للدستور بالممارسه، هذا اللي عم يصير فيه باختصار. خلينا نشوف فيديو للنائب جبران باسيل. بمعركه الدفاع عن الحقوق ما حدا يرجع يحاول يجربنا ويفكرنا تغيرنا، ولا حدا يستسهل السطو على الحقوق أو يستنسخ تجارب فاشلة.
لما رئيس الحكومة المكلف بيقول لرئيس جمهورية أنا بشكل وأنت بتوقع، بيكون عم يضرب وحدة البلد وعم ينحر الدستور. أول شيء التلت رئيس الجمهورية وحده، هيدا الشيء كان أساسه بالطائف تعويض لرئيس الجمهورية عن الصلاحيات المأخوذة منه وضمانة لدوره المسائي بالنظام. طيب يا سبتوا له هيدا التلت أو ردوا له صلاحيات أو تفضلوا تنروح على نظام جديد. بيوقف العد لما بتوقف محاولات الصلبطة على الحقوق، وهيك بتطلع الحكومة بسرعة. بس العتب على القيادات المسيحية اللي ولا مرة بيوقفوا معنا بمعركة الحقوق، وأكثر من هيك بيتمسخروا عليا بالإعلام، بيتركونا وحدنا. إذا ربحنا بيستفيدوا على ظهرنا مثل ما صار بالحكومات وبقانون الانتخاب، وإذا خسرنا بيفرحوا لأنه بيعتقدوا أنه بيخلصوا منا ومنصير على قولهم جتة سياسية. أنا بدي أذكرهم بسنة 90 لما خسرنا خسروا، ولما نفينا انسجنوا، بس ما بيتعلم. يعني المشكلة مع الرئيس سعد الحريري، ولكن الكلام كان موجه لكم بالمباشر. يعني يا ريت بيوقف رهانات خاطئة من التسعين لليوم، طيب بطل هو ينفى ونحن ننسجن، هذا واحد. اثنين، يعني حقوق المسيحيين يا استاذ توني، أنا بس بدي أسأل الوزير باسيل يحقق لي شغلتين بحقوق المسيحية، يشوف لي وين حقوق المسيحية بقضية ليسا، وين حقوق المسيحية بقضية المفقودين بالسجون السورية اللي جزء كبير منهم يعني شباب مسيحيين. هذا أكيد يطرب لهذا الموضوع. أنا يعني الوزير باسيل صدقني سيسوني، نحن ما عندنا هلأ اليوم حالياً ما عندنا مشكل معه بالشخص، مشكلته مع الشعب اللبناني اللي ب 17 تشرين نزل عبر عن انتقاده على الاقل، تما اقول شيء ثاني. مشكلتكم كلكم مع الشعب اللبناني. عظيم عظيم، بس هو يعني اخذ هيك حصه ميز. حصه مميزه، ومشكلته بسبب جمهور كل اللي بشارك بكاس الجورج. ومشكلته عال، اذا نحن عملنا 17 تشرين لا شاركته وتستفيد وتركبوا موجه الثوره، هيدا فخر يعني. لا مش فخر، وكيل الاتهام لقلتهم وطردوك منها. على كل حال مين طردنا منها؟ اللي هندي فعلا نزلوا كرمال مطالب مزبوطه. وين هلا وين يعني عم بتقول ما في حدا هلا وين انت عم تقول ما في ثوره يعني ما عم بسالك لا انا عم بسالك نحن مشاركين اكيد بهموم الناس ومشاركين بوجعهم ووقت اللي ينزل ونحن بنزل انا ما خلصت لانه عندنا نشره اخبار 11:30 طيب انا فضل. بس بدي اختصر انه مشكلته مش معنا، مشكلته مع الشعب، مشكلته بالعقوبات اللي اجت، مشكلته بهذا التموضع النهائي مع حزب الله اللي ما عم بيخليه يشوف الصورة كاملة ويرجع هلأ يأخذ الخيارات وينقذ ما تبقى من صورة العهد ومن المدة الباقية للعهد. دكتور بلال بعتذر يعني منك بلال. لا ما بشكلي، بس أنا يعني ما بدي رد وضح، بس عندي بس تعليقين. التعليق الأول من ضمن مسلسل وبالإذن من دكتور علوش، من مسلسل شيطنة الشمال وطرابلس تحديدا، حدثين آخر يومين بسبتوا عكس اللي حكيه معالي الوزير جبران. أول شيء كيف تصرف محافظ الشمال مع رئيس بلدية منتخب شرعيا، وهذا سؤال. هذا اللي صار اليوم بس ما عرفنا. اثنين والأخطر كتير. اثنين والأخطر، كل الضغط وكل الهجوم وكل الألاعيب لاستبعاد تمثيل معين بشركة كهرباء أديشا، مطلوب وضع اليد بالكامل عليها، واليوم صار في حتى استقالات من مجلس إدارة كهرباء أديشا بالانتخابات اللي عم تصير، وكل الهدف إنه نجيب زلمتنا اللي بنفذ سياستنا اللي منتمي سياسيا لألا بغض النظر عن طائفته، بديش أحكي طائفيا أنا هون، لحتى نحط إن هذه الشركة. يعني شو المقصود إذا معتبرين طرابلس درعا أو طرابلس الموصل أو طرابلس قندهار غلطانين؟ طرابلس وطنية أكبر من أي مدينة للدنيا. دكتور علوش مؤسف هيدا الحكي، مؤسف. هلا يا دكتور بلال أنا بدي أسألك، أنت عم تحكي عن مشكل بين رئيس بلدية والمحافظ، أنت بتعرف شو هو المشكل إذا عم تعمل حكم هلأ وقاضي بالنتيجة؟ أنا بعرف بقديش شو صار كمان. لا خليك، أنت أعطيت أول مثل عن المحافظ ورئيس البلدية. صحيح. خبرنا شو هو المشكل.
هذا بيستجوب رئيس بلديه بمكتبه محافظ باي صفه؟ هذا تكليف وزير الداخليه، اذا عنده اعتراض يرفع شكوى على وزير الداخليه. اصل اصل الخطا رئيس بلديه يروح كيف؟ كان لازم يروح بالاساس. العظيم اذا هو منه عامل شيء ومرتاح على وضعه بلا بيروح بيعطي فتوال مشكله. لا بس اللي واثق من حاله. الشيء حدا بده يعتقله؟ بس مش بده يعتقله بمكتبه؟ بس بتعرف شو الموقف يا دكتور بلال؟ هيدي الشعبويه وهي الاخبار بزيادة صوت فيها. هيدا حدث. هيدا واقع. شو الحدث؟ يا خيي خبرني شو المشكلة. نسى انه خبرني شو المشكلة، المشكلة اللي هلا عامل منه قصة. محمد حاله قاضي. تعمل قصة وطنية، تعمل منها قصة وطنية عن مستوى لبنان. هو محافظ منه قاضي بالمكتب. خيي خليني خبرني شو المشكلة. هيدا تفصيل. هيدا تفصيل. لا عم بتخبرني خبرية. بس خليني ارجع على نقطة مهمة تماما. شو القصة اللي عم يصير؟ صار لهم شهرين عم يشتغلوا مشان الغاء تمثيل معين بمجلس اداره كهرباء اديشا لينحط اليد كامله عليها. سأل عنها. بس لارجع على نقطه كثير مهمه وردت بيصير مع دكتور علوش. هذا بالوزاره ما في حكومه عم تعمل. هذا ما بيصير الا بحكومه. ما في حكومه. سأل عنها وتاكد استاذ جورج. بس في نقطه مهمه وردت على لسان الوزير بسيل لما قال انه انا بدي الثلث المعطل لانكم اخذتوا مني صلاحيات رئيس الجمهورية، يعني والمقصود هو اتفاق الطائف، والمقصود يمكن بشكل غير مباشر هي الطائفة السنية، يعني الطائفة السنية أخذت صلاحيات رئيس الجمهورية. بيعتبر الوزير بسيل أنه أعطونا الثلث المعطل وإلا ردوا لنا صلاحياتنا. ف يعني ليش ما بدكم تردوا صلاحيات رئيس الجمهورية أو معترضين على الثلث المعطل؟ خليني أقول لك شغلة. الدستور واضح بهالخصوص هيدا، ولا ما بيذكر شيء عن أنه رئيس الجمهورية بيكون له ثلث معطل بالتأكيد يعني. طبعا أنا وقت اللي كنت نائب وقبل ما كنت نائب باصمه للدستور وبعرف هالتفاصيل هيدي. وحتى كمان الاعتراض كان فخامة الرئيس هو بذاته اعترض على أعطاء رئيس الجمهورية السابق العماد ميشيل سليمان، وقال كلمات ما بتنقال يعني. أنا يعني حتى احتراما لرئاس للموقع يعني قال كلمات ما بتنقال بهذيك الوقت. قال ما عنده تمثيل. هذا اللي قاله أكثر من هيك. أكثر من هيك قال أنا ما قال عين رده. ما قال عين ردده. ما عنده تمثيل. ب 14 أدار بلشنا نعمل اجتماعات ورحنا عملنا مهرجانات، وأنا كنت متأمل بصراحة أنه أحسن تفاهم رح يكون بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر. كنت مقتنع أنه هذا المكان المنطقي لأنه القوات اللبنانية تاريخها وقصص، واكتشفت العكس بعدين بمرحلة من مراحل. لما التقيت بالوزير جبران باسيل وحكيت معه شي ثلث ساعة تقريبا، كنا بمهرجان بالبترون، قلت الله يسترنا إذا هالزلمة حكم. الله يسترنا إذا هالزلمة حكم، لأنه حقيقة المنطق اللي بيقوله هو منطق عدا عن الاستفزاز عدا عن، لكن ينضح بمنطق طائفي يعني. وأنا اللي تربيت كل حياتي على نبذ هالنقطة هذه، وأنا بعتبر مسؤوليتي كمواطن ما العلاقة يعني. أنا ما بقول ردوا لنا الحقوق. حقوق مين عم تحكي يا حبيبي؟ في حق المواطن مش حق الطائفة إذا كنت أنت موجود. مش صحيح هذا الكلام. حق المواطنين اللبنانيين أن يكون عندهم حكم رشيد من رئاسة الجمهورية وصولا لآخر موظف. أما لمن أنا بدي أقضية لحظة اللي أثاره أنت شفته أستاذ توني على وسائل التواصل الاجتماعي، طلع لك ناس يحكوا ينتفوا لي قصة العرب وجايتهم من الجزيرة لهون. يا عيب الشوم. هيدا لحظة، هيدا شاب يعني بيمثل نفسه يعني. أنا ما عم أقول يعني اليوم عم يوصل فيديوهات كتير لشباب شيعة لشباب مسيحية. هيدي هستيريا الخطاب. هستيريا وسائل التواصل. ما فينا نلبسها لتجارة. بس بدي أنهي معك مع كل شخص. بدي أعتذر على ضيق الوقت بس اللي صار خارج عن إرادتنا لأنه صار مداخلات كتير ببداية فقرة كورونا. بدي منك بس توجه كلمة للشعب اللبناني وتقول له حكومتك أيمتى رح تتشكل وبناء على شو؟ أنا بقول بهذا الموضوع الحكومة بتتشكل وقت رئيس الحكومة المكلف دولة الرئيس سعد الحريري بيقرر يطلع عند رئيس الجمهورية وبيقعد هو وياه وبيقول له بدي اتفق أنا وياك وما بدنا نحكي مع حدا. بيعملوا الحكومة وبيزلوا فيها على مجلس النواب. هيك فين يعملوا. وأنا بقول أكثر من هيك انه بهيدا الظرف العصيب طلع لعنده عن يمرق فيه لبنان. هيدا طلع لعنده قال عنده كذاب. لا ما قال هيك قال كذب علي. قال كذب. لا 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 الفيديو. لا الفيديو موجود. لا 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 حتى حطوا لنا الفيديو. قال لك شو قال؟ قال عم بينقال انه سلمنا لائحة نهائية. هيدا حكي كذب. خلينا نسمع الفيديو. انا كنت شايلهم هول الفيديوهات لغيره ولا التقديم. كيف صار؟ في التقديم بنقول عطاني وقت بكذب
عم تفصل لي كذب ولا زين قديش غير هيك فصل لي ولا بعرف ايش عم بكذب وعمل تصريح كذب. هي تصريح عم بيحكي على التصريح. مش قاصد. هلا على كل حال يعني ما بدنا نفوت هلا بشيء. ما انا ما حطيته قاصد انا شلته من وقتها بيطلع دولة الرئيس لعند رئيس الجمهورية ايه؟ وبيقول له انا وياك بدنا نعمل الحكومة ما بدنا نرد على حدا. الكلمة المهمة اللي قالها دكتور علوش واللي انا بدي ارجع احط زيحين تحتها. إنه اليوم حلنا نحكي بحقوق المواطن وحقوق الدولة وليس حقوق المذاهب والطبقات. لا أنا ما أعطيتني الحق هيدا، أنت قلت لي وجه الرسالة، أنا عندي حكي بهيدا الموضوع وليس حقوق الطوائف، كل الطوائف ما فينا، لا مش مقبول هيدا الحكي يا سيدي. نحن أعطينا طويلا وبدينا طويلا حقوق الطوائف وخسر المواطن وخسر الوطن. اليوم علينا أن نفكر بحقوق الوطن والمواطن قبل حقوق الطائفي. بس ما انتو حزب طائفي كمان، ما بدنا ننسى المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار، هذا الشعار العريض. نطوق ترك لي الشعارات السابقه يا استاذ توني، يعني انت شوف ورثتي اليوم. منعنا اليوم عم نحكي يا اخي، انا نائب عن هذا الحزب، تسمح لي اقول لك انه نحن نتمنى ونسعى الى ان نكون حزب عابر للطوائف، نتمنى ونسعى، مش بس امنيه بدون سعي. طيب. نتمنى شو ونسعى. شو بتقول لهم للبنانيين؟ اي متى رح تتشكل حكومتكم؟ انا بدي اقول للبنانيين قبل الحكومه ان يتحضروا للثوره الكبرى في صناديق الاقتراع. نحن كنا بنتمنى تكون انتخابات مبكره، اذا ما صارت مبكره اتمنى ان يبقى الشعب اللبناني متيقظ لكي يعني شو بدي اقول لك يحرق الارض اذا في تفكير يرجعوا القوات ينتخبوا القوات، اذا في تفكير بتاجيل الانتخابات، يرجعوا القوات ينتخبوا القوات والعونيه ينتخبوا العونيه والمستقبل ينتخب المستقبل والاشتراكي ينتخب الاشتراكي. في تغيير بمزاج الراي العام. اذا التغيير يعني بده يكون ضدكم عند كل طرف، يكون ضدنا يا اخي، يا اخي يكون ضدنا، يكون ضدنا، ما عندنا مشكله. نحن عم نحتكم الى هذا الراي العام. متى ستشكل حكومه لبنان برايك؟ تشكل حكومه لبنان؟ ايه هلا حكومه، وقت اللي يجي الضوء الاخضر او يجي الايعاز الى المرجعين المعنيين بانه آن الاوان بتشكيل الحكومه. طالما هذا الاعاز لم ياتي اليهما ما راح يصير في تشكيل. من هن الطرفين؟ رئيس الجمهوريه ورئيس المكلف. وطالما من وين راح يجي الاعاز؟ لم يتدخل حزب الله لانزال الفريقين عن الشجره اللي طلعوا عليها ما راح تتشكل الحكومه. دكتور علوش، مع الاسف المبادره الفرنسيه بحاجه لاداره، الاداره بدها تكون من حكومه مستقلين، هيدي الشرط الاساسي لحتى نقدر نوصل لحكومه. اي متى ستر يعني رح تركب الحكومه؟ انا بصراحه يأسام من موقف رئيس الجمهوريه. مش من موقف رئيس الحكومه؟ لا بالعكس. ما بيعتذر؟ يعني شو البديل؟ كمان نرجع هيدا كمان بنشلحها. طيب شو البديل؟ شو بعدين؟ منفوت بمعمعة جديدة ونفوت بدوامة، وهيدا يعني انا برايي انه بمرحله من المراحل يمكن ياخذ هذا القرار، لكن هلا منو موجود. انت مش معنى نائب قيس انه ناطرين اثنينكم الضوء الاخضر؟ هي مهمة انه يمكن ياخذ قرار بالاعتذار. انتوا هل بدكم اياه؟ لا كنتوا عم بتسوقوا له من فترة، بس انه تسجل كنتوا عم بتسوقوا له من فترة. نحن بدنا حكومة اختصاصية، بس كنتوا عم بتسوقوا لاعتذار الرئيس الحريري. نحن عم ندعي وبعدنا لهلا بندعي انه مع هذه السلطة الحاكمة ما في مجال يطلع لا حكومة اختصاصيين ولا مستقلين، ولا بتفيد الناس، ولا بتجيب مساعدات من برا، ولا بتستعيد ثقة الشعب. دكتور بلال، يعني إذا هذا الجوع عند الناس، هذا الوجع، هذا الألم، هذه المعاناة، هذا الإنكار إذا بدك لكل شيء اسمه عمل سياسي، ما خلق حس وطني عند المعنيين والمسؤولين لالتقاط هذه اللحظة، أكيد بالشق الداخلي معناتها في مشكلة بهالبلد، في مشكلة، وأكيد هون شوف الحكومة بعيدة. بس اثنين بعيدة بتشوفها الحكومة. ايه أكيد. اثنين وبانتظار كمان كلمة السر من الخارج اللي كمان مبينة بعيدة، معناتها بالمدى المنظور القريب لا شايف في حدا عنده حس وطني بهذا الموضوع ليلتقط هذه اللحظة، ولا شايف بنفس الوقت كلمة السر قريبة. من هيك للأسف مش قادرين نعطي لمحة تفاؤل للناس بحكومة قريبة. النائب في تكتل الجمهورية القوي القاضي جورج عايس، الدكتور بلال عبد الله نائب اللقاء الديمقراطي، المحامي جورج عطله نائب على تكتل لبنان القوي، الدكتور مصطفى علوش. انا مطموع اليوم.
بالعكس انا مقموع. اللي قبل، لا 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 لا، انا بدي اقول كنت قول شغلي. قول قبل ما تفل. لا انت انه التوق التوق توق بالتاء توق للدولة المدنية اللي قاله الدكتور علوش، وعبور الطائف اللي قاله القاضي جورج عايس. نحن اول شيء بمبادئنا كتيار وطني حر، الدولة المدنية والمواطنة بالدرجة الاولى، ونحن عابرين للطوائف، وعندنا اكثر من 18% من بطاقاتنا هن من الطوائف خليني اقول الاسلامية. اثنين، اليوم بهيدا النظام الطائفي اصبح يعاب على من يحاول منع يعني قمعه وسطه على حقوقه انه هو طائفي، واللي معصوا بالطريق بالروحه وبالرجعه بيصير هو معه حق، واذا انت بكيت او عارضت واعترضت على اللي عم بيصير فيك بتصير انت الطائفي. بس هذا السؤال للناس خليه يجاوب عنه. بس اشاره اخيره، دوله مدنيه كل واحد بفسرها شكل حنضيع فيها، يا علمنة الدولة بالكابل فصل. يلا ايوه ايوه بلا اثنين بدها وقت، في عندي امانه، في امانه، هاي بدها حلقه، في امانه بدي اوصلها. في عندك اساتذه متعاقدين مدرسه رسميه صار لهم شهرين مقدرين، ما حدا سامع صوتهم، هودي اصحاب حقوق، فطلبوا مني وصل هالرساله. صح على راسنا، ونحن بنأيدك يا دكتور. نحن عم نحضر لهم حلقه على نحن بنأيدك. شكرا لكم، خلينا نروح لفاصل صغير ونعود. ونعود. لهون نوصل لختام حلقة الليلة من برنامجنا، على أمل لقاء فيكم الأسبوع المقبل بإذن الله. بعطيكم موعد يوم الأحد مع سؤال محرج مع الدكتور ماريو عون بحلقة كمان من الحلقات الجميلة جدا. كونوا على الموعد وتصبحوا على ألف خير. بترككم هلأ مع نشرة الأخبار مع زميلتنا ندى إندروس.